זה שכלום זה. כן, אז בנה? אני מביא לבדן. בדן? תובס, תובס. السلام عليكم يا ولد. انا طارق زهرة وللاسف بس اللي حاطيني في المحاضره دي انا يعني من ارخم المحاضرات في التجميل. خلاص هي الموضوع كبير جدا. احنا هنتكلم على البيزك والكير بتاع الفلاب. خلاص لو عايزين نتكلم بقى عن فلابس معينه ممكن نبقى نجمعها في محاضره. اوكي اول حاجه لازم نعرفها ريكونستراكتيف بلادر ان انا بمشي على سلم علشان اخد اوبشن ايه للعيان. يعني ببص للجرح انا عايز منه ايه؟ هل ممكن يقفل لوحده؟ اسيبه يهيل ولا هقفله بغرز ولا احتاج له جرافت ولا احتاج له فلاب ولا احتاج له مايكروفاسكلر؟ يعني هي الفكره لازم اول ما قبل ما تدخل تبص الاول وتاخد ديسيجن انت هتعمل ايه. ثاني حاجه لازم تاخد في الكونسيدريشن بتاعك سكس العيان، هل هو ميل ولا فيميل؟ في فلابات حلوه جدا 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 وتحل المشكله سهل بسهوله بس ما ينفعش تعمل في فيميل. ما ينفعش تجيب ميدل ايجد فيميل لسه هتتجوز خلاص وفيها مثلا اي حاجه مثلا في النوز وهتعملها ميديم فورهيد هتبوظ وشها. خلاص؟ يعني هي الفكره في التشويس بتاع الفلاب لازم نفكر السن قد ايه؟ يعني لو حد كبير والسكن صابل ولايبل والدنيا كويسه مش هتفرق معاه، ممكن نعمله اي فلاب احنا عايزينه. خلاص؟ لو حد لسه قدرت، لو حد اتجوز ولا ما اتجوزش، خلاص؟ يعني حسب السن ده هتفرق معاه. دون هارم دي اهم حاجه. خلاص؟ مش علشان ان انا احرق على العيان اضره. خلاص يعني انا ما الاقيش مصل حلوه كده جنب الديفكت اللي عندي والاقيها يعني هي بتنادي عليا عشان انقلها فانقلها. خلاص هفكر الاول هي الكونسيكونسز بتاعها ايه حتى لو هي فلاب معترف بيه. بس اوقات بيجي مثلا حالات في التروما مثلا هو ما عندوش غير السوليس بس، ده السوليس مقطوعه من فوق. خلاص او في نيرف انجري او حاجه وهو عنده ديفكت على التيبيا صغير والسوليس هجيبه بمنتهى السهوله. خلاص يعني ما يخليش مبدا الريكونستراكشن يغلب عندي موضوع ان انا احافظ على الهرم ما اعملش هرم العيان. علشان كده دايما كل الناس بتنصح ان اللي يشيل ما يغطيش. ودي اهم حاجه في يعني اهم حاجه في الريكونستراكشن، اللي هيشيل ما يغطيش. لان وانت بتشيل بتحافظ يعني دايما انت عامل حاطط سماك بلان هتعملها. خلاص؟ فبتحرق على نفسك علشان خاطر ما تتزنقش وانت بتقفل. انت شيل زي ما انت عاوز ويدخل واحد فريش يفكر هيغطي ازاي. بحيث ان انت ما يبقاش في ليميت قدامك، انت بتشيل كل حاجه انت ممكن تشيلها وبعد كده الكفرج بعد كده حد تاني هيحله. خلاص انما مبدا ان انت هتعمل الاثنين ده غلط. خلاص حتى في المركز المعهد القومي للاورام اللي بيشيل غير اللي بيغطي. الاثنين اورام. بس هي الفكره دخلتك على الحاله وانت فريش خلاص والحاله انت ضامن لانها ما فيش فيها ريكرنس والدنيا كويسه هيبقى الديسيجن بتاعي اللي داخل فريش ده غيرك خالص. تمام؟ اخر حاجه ثالث حاجه رابع حاجه اسف دونت فلاج تايرد هورس يعني انت ما تجيش خلاص منطقه فيها كراشد او فيها انفلتريشن او واخد ريد صغبي اصلا هي المنطقه يعني هي مفقوطه خلقه وانت تعمل فلاب كبير وتزود المشكله فيها. خلاص؟ او مثلا لور ليم وفي كرونيك فينس انسفشنسي والفاسكولات دي زباله ووحشه خالص فانت تفكر تعمل فري فلاب وتماخد بسيرو تيبا موصل عليه. خلاص؟ يعني انت خدت نص الفاسكولات بتاعت الرجل اللي هي تعبانه اوريدي علشان توصل عليه. هتعدي كويس وفلابك هيبقى حلو ولطيف وهيقولوا عمليه كويسه بس العيان برضه ما استفادش. يعني هو اكرم له يعمل كروس ليج برغم ان الكروس ليج ده حاجه حقيره جدا ويعني وما هياش يعني كسيرجيكالي مش 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 اختيار كويس بس في نفس الوقت انت حافظت العين على السكيورتي بتاعته. سيف ذا بيشنت نوت ذا ليمب. خلاص انا مش عشان احافظ على ايد عين او رجل عين اموته. خلاص وانس انها هتاثر على البيشنت لايف ما تفكرش فيها. احنا بنتعرض الكلام ده في الريبلانتيشن لما يكون حد ايده مقطوعه او رجله مقطوعه في الطوارئ ونيجي نوصلها، لو هو جنرالي ما يستحملش خلاص مش مشكله. يعني هو المهم ان هو يعيش. حته ان انا قاعد العيان اعرضه 12 ساعه انستيزيا ولا 15 ساعه علشان انا ابقى مبسوط ان انا وصلتها ومفيش فيها مشاكل خلاص ويموت بعدها بيومين ثلاثه مش فارقه. فهي الفكره انت بتاسس الاول العيان ده الفلاب ده يعني انت هتعمل ايه الاول؟ البلان اللي عندك هتظبط البلان بتاعك على السكس والايج والسايد بتاعتك هتاكد انت ما عندكش هرم العيان المنطقة أساسا مستحملة إن أنت تعمل فيها اللايف بتاعت العين مش هتأثر. حاجة قبل الأخيرة كواليتي أوف لايف. خلاص؟ أنا ممكن أغطي سول بتاع الفوت باللاتيسموس. خلاص؟ أنت تغطى كويس قوي أخد اللاتيسموس من الباك عشان في امتياز معانا صح؟ طب هناخد المصل
ونوصلها مايكرو فاسكولار تحت عشان تغطي السول بتاع الفوت. حاجه كويسه جدا نحط عليها جرافت ودي هتبقى جميله جدا. اول بس لما يجي يدوس عليها مش هتحس, هتالسر كل شويه, تفتح السر واحنا مخيطه وتفتح السر تفتح السر لحد ما في الاخر خالص بعد 10 سنين يعمل امبيتيشن. يبقى انا قاعد الان 10 سنين بيغير, بيدفع تكاليف غيار, بيدفع مراهم, رايح جاي على الدكاتره, خلاص مش قادر يعيش حياته علشان احافظ على رجلي وانا ابقى انا ساتسفايد ان حافظت على رجلي. خلاص الاحسن له يتعمل امبيتيشن ويلبس بروسيسز ويمشي كويس من اول يوم خلاص, بدل ما يسيبه 10 سنين بيشحت في الشوارع. اخر حاجه دونت بيرن ان بريدجز, دايما وانت داخل تعمل اي حاله حط في دماغك الريكرنس 2 و3. يعني انت داخل على البلان عارف ان انت اول مره هتعمل كذا, ولو فيلد هتعمل كذا, ولو حصل ريكرنس بعد فيلد هتعمل كذا. انت لازم تدخل معاك 3 بلانز خلاص, وحاطط في دماغك ان اللي هم لو فيلد عندك ايه تاني. يعني ما ينفعش تدخل هو حل واحد بس للعيان, حل واحد للعيان يبقى خلاص العيان وسط, يبقى انت من الاول ما تشغلوش, شوف حد بقى تاني يشوف لك خيار يعني حل او اتنين معاك. في البيت سور مثلا لازم انت العيان ده هتفضل طول عمره بره بريدج, الريكرنس هيحصل 100%. يبقى انت وانت داخل عارف كويس قوي دونت بيرن ان بريدجز, ان انا عارف ان انا برفع الفلاب ده واحتمال ارفعه تاني بعد سنتين. نفس الفلاب بعد ما جزء منه نكروتك ارفعه تاني واعمله ادفانس من تاني بعد سنتين. يبقى وانا برفعه خلاص بحافظ على الفاسكولاريتي من تحت عشان احتاجه بعد كده خلاص, وما بقربش للفلاب التاني اللي ممكن اخده من فوق لان انا ممكن احتاجه خلاص. يعني مش عشان انا اريح الفلاب بتاعي خلاص احرق 2-3 فيزلز ممكن احتاجهم في فلاب جديد. هي بس فكره الريكونستراكشن هم الحاجات دي خلاص, داخل على العيان وفي دماغك الحاجات دي واورجنايزد في دماغك هتعمل شغل كويس خلاص. لو داخل علشان يعني سيرجيكال ايجو كده ودنيتها هتغطي والدنيا كويسه والناس تقول لك تسلم الايادي والعيان يموت بعدها بشويه خلاص, يبقى ما تشتغلش احسن. الفلاب معناها خلاص دي كلمه دوتش معناها حاجه مدلله, حاجه ماسكه من ناحيه واحده زايده كده ماسكه من ناحيه واحده خلاص. وهي يعني بيقول لك ان هو الاسنس في بلاستيك سيرجري بالنسبه لنا يعني ان هو مش مهم تشتغل ايثيتك, لازم تكون عارف ريكونستراكشن كويس. يعني ريكونستراكشن بالنسبه لنا هو البدايه, تعرفه كويس وبعد كده تعلم اي حاجه ثانيه بعدين. احنا مش هنتكلم النهارده على الجرافت كتير يعني, بس هي دي المقارنه بين الفلاب والجرافت علشان الجرافت يعني شغله بسيط وكلامه بسيط, وهندخل بقى في سكه الكيلويد وهيبرتروفيك ستار اعتقد يعني انتوا هيبقى قوي من السكوب بتاعكم. الجرافت احنا بناخد جزء صغير بس من الجلد بنغطي بيه, ما بيبانش فانكشن, ملوش اي بكتيريال ريزيستنس, بالعكس لو حصل اي انفكشن فيه هيرست خلاص. ليميتد ابلكيشن والدونر سايت موربيت بتاعه كويس, ده الميزه بتاعته ان الجزء اللي باخد منه بيلم تاني ما بيحصلش فيه مشاكل. انما بالنسبه للفلابس انا بجيب بلاد سبلاي جديد للمنطقه اللي ما فيش فيها بلاد سبلاي خلاص, بقدر ريزيست الانفكشن واخد بلك, ممكن اخد مصل, ممكن اخد مصل وسكين, ممكن اخد سكين بس, ممكن اخد بون ومصل وسكين خلاص, ممكن اخد 2-3 مصل في فلاب واحد خلاص, ممكن اعمل بيها كفرج لاي حاجه ان هيلث زي بون او بروثيسز وفيها دونر سايت موربيتي. يعني بس كلمه سريعه عن هيستوري, واول واحد بدا في الفلابس كان استشروتها سنه 600 قبل الميلاد عمل الفور هيد فلاب, ده اول واحد عمل كويس. وبعدين جاء تالياكوزي ده عمل نيزا ريكونستراكشن, كان واحد عنده نص نوز فجاب دراعه وعمله كده 3 اسابيع خلاص, خد له غطر الارم فلاب او ميدل ارم فلاب اسف, وغطى بيها النوز وفضل عامله كده 3 اسابيع. وللاسف شفنا حاله معموله في 2015 في دمياط برضه قعد عامل عين كده اهوت. انا بس يعني هو انا جبت ده علشان دي ده سنة 1600 خلاص من 415 سنة ولسه في ناس بتعمله. هو غلط طبعا. الفلاب عندنا الأول خالص كانوا بدأوا يعملوا راندم فلاب خلاص, راندم فلاب ده بياخد أي حتة جلد يدحرجها كده تغطي الجزء اللي جنبها, وبعدين بدأوا يعملوا تيوب فلاب كل اللي هنقوله بعد كده. الأكزل بدأوا يعرفوا الأرتري ده جاي منين ورايح فين وياخدوا سكين على قد الأرتري, وبعدين بدأوا ياخدوا الماسل فلاب, عرفوا البلاس سبلاي بتاع الماسلز وبدأوا ياخدوا ماسل ماسل, واخيرا وصلوا للفيشو كلينس فلاب خلاص. هو يعني اغلب الناس فاكره ان الماسل اتعملت بعد الفيشو كلينس, هي الفيشو كلينس اخر حاجه احدث حاجه, اما وصلوا للبلاس فيزلز الصغيره اللي بتدخل في السكين بيفرزوم وقسموا السكين لانجيوزومز مناطق معينه, فده اخر حاجه عملوها الفيشو كلينس فلاب. الراندم فلاب بيعتمد على البلاد سبلاي بتاع السبدرمال بلكسس, عندنا في نتورك كده من الكابيلاري موجوده, انا بقطع من ثلاث حتت واسيبها ماسكه من ناحيه واحده على امل ان هو البلاد سبلاي يمشي في النتورك دي ويغذي الفلاب كله خلاص. ليميتد ب 2-1, 2 طول في 1 عرض اخرنا.
اكتر من كده ما ينفعش تاخد رانك. في الفيس ممكن توصل 4 لواحد عشان الريتش خلص الضرب. حته نيكروتك اخرك 1 لواحد، يعني حته اسف ارادييتد وامانيلسي مش هتقدر تاخد اكتر من 1 لواحد. لازم تكون قريبه من المنطقه اللي انت هتغطي بيها، يعني انت عندك طول قليل قوي فلازم تكون قريبه وتقدر دي ما ينفعش غير في ديفكت صغير مثلا صمت كده في النوز حاجه صغيره ممكن تاخدها اي فلاب وخلاص. بداوا بعد كده قالوا تيوب ديبيديك الفلاب. تيوب ديبيديك الفلاب ده بياخدوا فلاب يفضلوا ماشيينه زي الدوده كده في الجسم، يعني رفعوا مثلا فلاب كده هترموه بالفريتور ووصلوه على الارض وسابوه 3 اسابيع وبعدين فصلوه من فوق ووصلوا الارض مع الرجل وسابوه 3 اسابيع خلاص وبعدين فصلوه من الارض ومن الرجل بقى وصلوه الديفكت اللي هم عايزينه. هنشوف صور هنا لحالات هي كانت يعني عامله ريكونستراكشن حلو، يعني العيان ده كان عنده ديفكت في الفيس بداوا يدحرجوا له فلابات من بطنه وبعدين دراعه ونقلوها في وشه تاني. خلاص هي بتجيب طبعا نتيجه ظريفه. خلاص هنشوف البوست بتاعه ده البري بعد ما عملوا تيوب ديفلاب. اوكي وده البوست. هو العيان كان وشه بايظ تماما، كان فيه كانسر واتشال خلاص، فهي كانت بتجيب نتيجه بس انا عشان اوصل التعابين دي اوصلها للعيان باخد لي سنتين مثلا ولا حاجه. ده برده كان فيه ديفيشنت في المندبل. ده شكله بري وده بوست. خلاص جيب ريزلت حلوه مدي بلك كبير جدا من التيشوز خلاص، بس ما تنفعش تعمل دلوقتي لان انت اوريدي بتعرف ايه البلاد فيزز اللي موجود. بدل ما الف واللفه دي كلها انا اخده ووصله ميه. الاكزيال فلاب بداوا بعد التطور شويه عرفوا ان في ارتري داخل في الفلاب في السكن وطالع منه 2 بين، فبداوا يسموا كل واحد على اسمه. بدا كل فلاب يتسمى على اسم الارتري اللي بيعمل طعم له صداره. فور هيد فلاب بالسوبرفيشال تمبرال الدنتو بيكتورال بالانتيريور ميموري. كل ارتري عرف وهو بيدي مساحه سكين قد ايه، يعني انا عشان اعرف فلاب بعرف مكان خلاص الدايمنشنز بتاعته. الدايمنشن دي هي اقصى مساحه ممكن الارتري يغذيها خلاص. فالاكزيال فلاب خلاص بيغذي المنطقه معترف بيها. ممكن ازوده شويه يبقى الجزء الديست ده راندوم، اخد برده واحد لواحد او واحد اثنين لواحد او ثلاثه لواحد ديست خلاص. يبقى انا باخد الجزء اللي معمول على الارتري ولو خدت اكتر من كده يبقى الجزء ديست ده راندوم. بعد كده عملوا الماسكلوكتينس الناصر فلاب والماسكلوكتينس فلاب والفيشوكتينس فلاب في الاخر. دي الانجيزوم سنه 87 فيلور ده قسم الجسم خلاص ل 374 منطقه. بقى في 374 في البرفوريتور في الجسم خلاص معروفه. كل منطقه من دول لها برفوريتور، معروف البرفوريتور مكانه ايه خلاص، بيطلع منين، الليفل بتاعه بيعدي الفاشيه ولا بيعدي السبتم ولا بيعدي المصل خلاص، والمساحه اللي بيغذيها قد ايه. ما ينفعش انا اخد انجيزوم يعني مثلا سوبرفيشال تيبر بيغذي المنطقه دي، ما ينفعش اخد اكتر من كده. الجزء اللي انا هاخده ده هيبقى رنه تمام. بيعتمدوا بقى في المنطقه اللي بين الانجيزومز دي على الانستموز. في ترو انستموز حته مفتوحه على طول، ارتز مفتوحه طول الوقت، وفي تشوك فيزلز دي المفروض ان احنا لو اتشكينا في اي منطقه في جسمنا هنبليد تمام. يبقى في نتورك مغطيه الجسم كله، هي دي التشوك فيزلز، بتفتح بس ساعه التروما او ساعه السكين. التشوك فيزلز دي المفروض ان احنا 10% بس مفتوح و90% تشوك خلاص. احنا لما بنيجي نعمل اي فلاب خلاص انت بتنديوس السكيما دي، بتنديوس ان التشوك فيزلز دي تفتح. في الانجيزومز خلاص احنا بنتكلم دلوقتي عن الانجيزوم اللي هو الفيشوكوتينوس اللي هو الحاجات اللي سبلاينج للسكين بس. قسموا الكوتينيوس بلاد سبلاي لدرجه الدايركت كوتينيوس بلاد سبلاي، الارتري داخل مباشره في الجلد راشق فيه زي السوبرفيشال انفيرور ابيجاستريك بيغذي منطقه وهو داخل ماشي في السكين لوحده خلاص، او اندايركت. اندايركت ان هو باعت بيرفوريتور للسكين زي الضيق. محتاج تاني الاس اي اي والدايركت. دلوقتي عندنا كوتينيوس بلاد سبلاي خلاص، هيكون دايركت ان الارتري ماشي جوه الجلد، ماشي تحت الجلد مباشره، ده سوبرفيشال انفيرور جاست بيمشي سوبرا سكاربس لحد الامبلايس. انا ممكن اخد كل ده هو طالع سب سكاربس وداخل بقى سوبرا سكاربس من فوق الانجوينا لحد الامبلايس. افضل امشي وافضل اخده ممكن اخد سين فلاب
يعني اخد سوبر سكاربس فلات لحد تحت وتحت ادخل ديب شويه. تمام. انما الاندايركت ده الارتري شخصيا مش داخل في السكن، الارتري باعد بالفوريتو خلاص زي الضيق. تقسيمه الفلاب لها ثلاث تقسيمات حسب هو هيتنقل ازاي، حركته هتبقى ازاي، خلاص بلاد سبلاي بتاعه جاي منين وتشو طيب. اول حاجه الميثود اوف ترانسفير لوكال من نفس المكان خلاص، يعني انا صابع في ديفكت هاخد من نفس الصابع. ريجيونال هاخد من الدورسم بتاع الهاند مثلا او من الدراع للصابع. ديستانت هاخد من منطقه ثانيه خالص. يبقى انا دلوقتي لوكال حاجه لازم تكون لازقه في الديفكت على طول، ريجيونال مش لازقه في الديفكت بس موجوده في نفس الاورجن سواء ابر او لور لم، ديستانت متاخده من مكان براه. اول تقسيمه في الميثود اوف ترانسفير الادفانسمنت فلاب. الادفانسمنت فلاب بمنتهى البساطه ان انا بقطع ثلاث اجزاء واشد الجلد، ده بيعتمد معاها البلايبلتي. في مين احسن طبعا السكين بتاعه مور بلايبل وفي الاولد ايج خلاص. عشان اطول الشده دي معايا شويه بعمل باك كات واشيل جزء، واشيل تراينجل من هنا تراينجل من هنا. التراينجل اللي بشيله ده بيخلي السكين يريح معايا قدام خلاص. الليمتنج ده ليمتنج مثلا ما يجيبش اكتر من 2 سم، ولو اتنين قصاد بعض بايبيتك زي ده ممكن يجيبوا 4 سم خلاص. انما في ناس اساسا السكين بتاعهم طف ومشدود جدا ما تقدرش تاخد منه كده، يبقى الادفانسمنت ما تفكرش فيه خلاص. يبقى انت بتاسس ده غالبا في الاولد ايج وفي الفيميل خلاص. انما لو يونج ايج وميل بنلاقي السكين بتاعه طف قوي ما بيقدرش يتحرك كتير. مثال عليها اللي تشيك ادفانسمنت فلاب دي ميزال سيركل سوما اتشالت خلاص، وتشالت ترينجل بتاعها وتسلك التشيك فوق الاسماس، فوق الاسماس بالمنظر ده والبص بتاعه ده خلاص، تشالت ديفكت وتعمل ادفانسمنت التشيك خلاص. ده بروفايدد ان هو عيان اولد ايج وعنده شويه قطر في وشه. لو عيان بقى وشه قد كده خلاص ولسه يانج وكده مش هقدر اشد الشده دي كلها، لازم يكون قام رايح. تبع الادفانسمنت فلاب برضو الفي واي فلاب. الفي واي ان انا بفتح السكين على شكل بي واسلكه من تحت واسيب التلت ده، يعني انا بسلك تلت فوق وتلت تحت وتلت في النص بسيبه لازم عشان اخد منه البلاس سبلاي، واشده لقدام واقفل الليمب اللي تحت ده لونجيتيودنال، يعني ابدا اقفل ده لونجيتيودنال واشد ده لقدام بفتحه في وبينتهي عندي في التقفيله واي خلاص. وفي العكس في واي في، يعني انا افتحها واي خلاص ماشي واعمل ادفانسمنت من دي لتحت تتقفل في خلاص حسب الشكل اللي موجود عندنا. يبقى انا عندي في واي فلاب وممكن اقلبها واي في حسب شكل الديفكت اللي موجود. ده من انجو سي ودي اتشالت كلها واتعمل لها في واي ادفانسمنت على البرفوريتور بتاعت اللمبر ارتر. يعني لما جينا نسلك الجزء ده اتسلك والجزء ناحيه البطن اتسلك وتساب الجزء اللي فيه لمبر برفوريتور بس وتشدت عشان تغطي الديفكت. يبقى احنا قلنا الادفانس تمام، ادفانس مجرد ان انا بشد الجلد اعمل له اشده لقدام يغطي بقى اعمله ادفانسمنت فقط لا غير. روتيشنال فلاب ده على محور، انا عندي ديفكت موجود في المنطقه دي خلاص بقوم شايله على شكل مثلث واكملها نص دايره واخد دي الفها كده. لو ما لفتش معايا اللفه دي باخد برضه البيرو تراينجل نفس الفكره خلاص، بشيل مثلث هنا بحيث المثلث ده هيريح اللفه شويه خلاص، او في باك كات بدل ما اخد المثلث ده او فاتح العكس عشان ايه يريح. هي الفكره كلها ان انا بطول القرش، يعني بدل القرش 10 سم ياخد 3 سم كمان، يبقى نص الدايره القطر بتاع الدايره يوسع معايا شويه. ده بريشر سور خلاص، هو بس الالوان مش واضحه قوي. ده البرفوريتور بتاع سوبر جلوتير وانفير جلوتير ودي البايليفورمس المفروض خلاص، وبتاخد روتيشنال فلاب كل ده بيتسلك على الاثنين برفوريتور دول ويلف يغطي الديفكت تحت خلاص. ده مثال للتفكير في المرحله الثانيه. الفلاب ده ممكن ارفعه 3-4 مرات، انت لازم مكان البرفوريتور عشان ما تقطعوش وانت بتسلك. سامعين؟ تسمعوا الدوبلر الاول وتعمل لاند مارك السكرام والتروكانتر وشكل البايروفورمس ايه وعارف مكان وبتشوفهم وانت بتسلك تمام. هي الفكره انت لما بتعمل حاجه زي كده انا ممكن نفس الفلاب ده الفه تاني نفس اللفه، يعني عيل هيجي لي بعد 3-4 سنين عنده ديفكت هنا خلاص هلف الفلاب نفس اللفه، هرفعه الف نفس اللفه. الفلاب ما ينفعش يلف، هعمل له في
انا لسه عندي الديفولتر موجوده زي ما هي واعملها ادفانس خلاص. يبقى هي الفكره انت بتفكر ان انت قدامك مره واثنين وثلاثه واربعه، وخاصه في الاورام لان انت الريفرنس واقف، فدايما حط في دماغك ما ترفعش فلاج. هو ده دي تتعامل كويس قوي بفي صغيره دي كده اهو تقفل، بس الفي دي قطعت البروفيسور ده خلاص، وقطعت قفلت السكه قدامنا نعمل روتيشن بعد كده لو حصل فارق خلاص. ولو اتاكل منها حته يعني لو حصل بريشر سور تاني خلاص، هي اوريدي صغيره هنصها راح ما اعرفش ارفعها تاني، يعني لو رفعتها مش هتفيدني بحاجه. يعني مش الشطاره ان انا اخد فلاج صغنون خلاص يقفل الموضوع، الا لو كانت حاجه ما فيش فيها احتمال ريفرنس تاني. يعني ده لو عيال مش بارابليجيك وامبيولنت هيتعمل له الفيوال صغير او رومبويد صغير. يبقى احنا قلنا الروتيشن والادفانسمنت كحركه اللوكال فلابس، الترانسبوزيشن ان انا بنقله من مكان احطه في مكان تاني. انا عندي ديفكت مثلا كده خلاص في الميد لاين بتاع الباك، باخد نص زي فوق ونص زي تحت تمام، والاثنين دول هيجوا في النص هيقابلوا بعض ومكانهم ده هيتقفل برايمر خلاص. هي الفكره كلها في اللوكال فلابس دي ان انا بدل ما عندي تنشن هنا هقول مثلا تنشن 10 وزعته على ثلاث مناطق، عندي ثلاث جروب، ده ثلاثة وده ثلاثة وده ثلاثة، قللت التنشن، وزعت التنشن على أكتر من لاين. خلاص؟ فهم يقابلوا بعض، يبقى أنا عندي تنشن كده، وتنشن كده، وتنشن كده، وتنشن كده، وتنشن كده، تنشن مش متوزع في اتجاه واحد. خلاص؟ فمهما يشد مش هيفتح الجرح. تبع الترانسبوزيشن برضه حاجة اسمها البايلوك ديفلاب، أنا لو عندي ديفكت بالمنظر ده، خلاص؟ باخد له اتنين فلاب صغيرين. الاول فلاب ده نفس حجم الديفكت، يعني الديفكت عرضه 2 سم هاخد ده 2 سم تمام. الفلاب التاني الصغير هيبقى نصه هيبقى سم تمام. يبقى انا عندي واحد نفس المقاس وواحد نص المقاس، وارفعهم الاثنين بالمنظر ده خلاص. اخد ده انقله على مكان الديفكت هيقفله، واخد ده يعوض لي مكان الفلاب الكبير، والفلاب الصغير يقفل برايمر. يبقى انا بدل ما عندي تنشن كبير في حته واحده وزعته الديفكت ده مساحه كامله، واديت ده نصها وده ما ادتلوش خلاص؟ عشان ال 2 سم ما كانش هيقفل برايمري وسترايك. اه ما هو لو هيقفل برايمري خلاص. ما احنا قلنا ريكونستراكت صدر في الاول. لو عدينا وصلنا الفلابس خلاص هندخل في كده. ماشي، وخاصة ده أشهر حتة الدورسم بتاع النوز. لأن يعني الدورسم بتاع النوز ما بيحصلش فيه ادفانسمنت. طف سكن. سبيشس وبتاع والسكن ده يعني حتى ما بتيجي تاخده غرز وهو قصاد بعضه ما بيلمش كويس. الدورسم دورسم ذا نوز. اللور سيرد بتاع النوز ده ده ما بيتحركش. يعني حصل فيه انجري خلاص، لو نص سنتي هتيجي تقربه مش هيقفل خلاص. الدورسم نفسه الابر دورسم ده ممكن يلم لان هو صابل شويه، انما الجزء اللي هو اللي فيه سيبيشس جلاند اللي تحت ده ما بيتحركش. فهي اشهر منطقه عندنا في باي لوب ديفلات هي الدورسم بتاع النوز خلاص. الزاويه بينهم وبين بعض 90 درجه، يعني انا بتكلم في ارك ده 180 درجه خلاص. موزع انا دي 60 60 60 خلاص. هي الفكره موضوع هندسي، انا بوزع البريشر خلاص بنفس الديجري على ثلاث اماكن. يبقى انا عندي ده اتنقل هنا وده اتنقل هنا وده هيتقفل برايمر. يبقى انا في الاخر عندي بدل التنشن ما هيبقى على مكان واحد، انا بقى عندي 1 2 3 4 5 سوشيال لاين عليها نفس التنشن اللي كان هيجي في لاين واحد بس. بعد كده الزي بلس برضو نوع من انواع الترانسبوزيشن اكيد، يعني طبعا زي بلس اصلا انا باخد اي ديفكت عندي بعمله على شكل زي خلاص. الانجلز بتاعتها متساويه، ممكن 60 60 70 70 90 90، كل ما توسع الانجل كل ما تحتاج سكن لايبل اكتر، يعني كل ما تقريبا بعض هيبقى اصعب تمام. كل ما تضايق الانجل هتقفل اسهل. فاعملها كده شكل هندسي وثلاث اضلاع شكل بعض. المفروض ان انا برفع الفلابين دول خلاص، يعني الاثنين بيترفعوا، اللي فوق بيجي تحت واللي تحت بيطلع فوق. ايه الميزه فيها هندسيا؟ اما نعمل الحركه دي بيزيد معايا طول الفلاب بنسبه معينه، يعني انا لو عملت الانجل 30 درجه هيزيد 25% خلاص. احنا كلنا بنعملها على 75 ده بيزود 100%. يعني لو عندي سكار 10 سم وعملت فيه الزي بلس دي خلاص هتطوله تخليه 20. هنشوف الشكل بتاعها ازاي. ده عندي قبل اهو، ده ديفكت موجود خلاص، فانا عملت له ده السكار اهو، السكار ده قصير وشادد صابع مثلا، صابع مشدود وما اقدرش اتحرك من السكار اللي موجود. فاقوم راسم على الستار شكل الزي
واللوج تينا ليمب ده هو السكار خلاص. وبعدين اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق وتنتهي عندي زي بالمنظر ده. السكار بدل ما كان لينير وجاي على كونتراكت جاي على جوينت مثلا وجاي على حاجه قافلها خلاص انا خليته قسمته حتتين بقى عامل كده والجوينت بتتحرك في مكانها زي ما هي. ده اللينس بتاع الاوريجينال سكار وده الجزء اللي احنا كسبناه خلاص. هو الموضوع هندسي ده الوحيد في التجميل اللي خدناه. هو سيمبل ما هو الفكره هو اذا موس سيمبل تكنيك واذا موس ما بيخيبش يعني هو كده هيطول يعني هيطول ما فيش حاجه اسمها هترفعه مره هيطول مره ثانيه لا. الفكره كلها في الزي بلس ان واحنا بنعملها خلاص لو انت داخل على حته برضو ان هيلسي هتلاقي الجزء ده معاك صغير رفيع جدا انت كانك واخد مثلا هنا بس بتغمس بس وبعدين تدخل في حته تخينه يعني وانت بتقطع ما بتقطعش كده خلاص في الدبس الاول خلاص زي كاني بقطع كيكه كده اقطع الاول دبس خلاص وبعدين ارفع الفلات. لو انا اشتغلت عادي زي اي حاجه في الدنيا سكين بفتحه كده يعني بيفلد شويه هلاقي الحته الديستال دي معايا سكيمك خلاص يبقى مشرط 11 وبدخل بقطعها الاول وبعد كده برفعها. برضو ليمبرج برضو عمل حاجه لطيفه جدا برضو موضوع هندسي. انت قبل زد بلاستي بس انت بتبقى قايس وعايز تشوفها هتنزل قد ايه وتعمل الانجل فعلا ولا هتبقى راندوم شويه؟ لا راندوم شويه راندوم قوي يعني بس هي حسب يعني انت وانت واخد ايدك بتلاقي دايما تيجي 75 يعني لو قستها لو انت واخد عليها بتقيسها بتلاقيها من 60 ل 75 زد ما بتقلش عن كده. لو زودتها قوي خلاص مش هتقفل يعني لو عملتها 90 خلاص عمرها ما هتقفل برضه هتحتاج حد اولد ايج برضه ويكون سكين بتاعه كويس. بعد كده نوع من انواع الترانز بوزيشن برضه اللي هو ديفورمنتال وده اسهل فلاب ممكن ينعمل واكتر فلاب ممكن يغطي اي حاجه في الدنيا خلاص. انا عندي لو عندي ديفكت بالمنظر ده متوازي الانجلز بتاعته 60 و120 خلاص باخد لاين كده اللي هو القطر المحور بتاعه كده خلاص ده مثلا 5 سم هنزل بيه على نفس الاتجاه تحت 5 سم ماشي واخد لاين موازي لللاين اللي فوق تمام. يبقى انا عندي احتمال ان انا ممكن في الفلاب ده اخد 8 يعني اخد انا ممكن انزل كده واخد يمين او اخد شمال والعكس فوق او ممكن اخد من الانجل دي او من الانجل دي خلاص. يبقى انا ممكن اخد من نيست الروبوي فلاب ان انا ممكن اخد من 360 درجه بشوف احسن حته فيها سكين واخد منها خلاص. المفروض ان انا لما بنقل الفلاب ده خلاص بجيب النقطه دي هنا خلاص بس يبقى كده الديفكت قفل. هو ليه مش اسمها برضه ديت ده مش روتيشن؟ روتيشن لازم على اكسس دي مش على اكسس روتيشن ارك كده دي نطه دي جت من هنا خلاص قامت نطه هنا الروتيشن بيلف كده يعني اما تيجي تحسب الروتيشن وتفكت من تحت 180 درجه لفت ده ما جابتش 180 خلاص. يبقى انا فتحت الديفورم اللي هو الرومبويد والنقطه واي النقطه اكس دي خلاص هتنزل تحت هنا وواي هتنزل هنا خلاص وزي هتقفل مع دي والجزء اللي فاضل ده هو اللي هو المثلث اللي فاضل ده هيتقفل برايمر خلاص. ده يعني من الاول انت بلاننج بس بتشيل لينس الكارسينوم انت راسم رومبويد اصلا حتى انت لازم تخليها كده تخلي راسم رومبويد تخلي الديفكت رومبويد الديفكت يبقى رومبويد او حتى لو الديفكت مش هيبقى رومبويد يعني انت شلت خلاص لا ما تزودوش بالمشرط بالماركر بس ما انت عندك سكين زياده هتكره ليه تشيله ليه يعني ابقى ارفعه وبعدين ابقى اصلا يعني الفلاب اللي انا رافعه ما هي الفكره في كده انا قصدي يعني دلوقتي مثلا عندك دايره كده بالماركر هترسم حواليها متوازي وترسم الرومبويد وترفع الرومبويد بس ما تشيلش سكين عندك سكين بزياده هيبقى ساوي في الرومبويد يبقى ساوي لو شكلها فيها مشكله يعني خلاص بس هي الفكره ان انت ما تعملش المشكله هي مش الديفكت انا رومبويد من الاول ما تعملوش رومبويد من الاول لو هو اصلا رومبويد خلاص اوكي ماشي هي ميجرتين تايمز اند كات وانس اقعد قيس براحتك خالص وارفع وبالماركر بتاعك وبعد كده اما ترفع والدنيا مغطيه براحتك يبقى شيل براحتك انما تشيل من الاول ممكن ما تغطيش. ده مثال مثلا برضو لبيزر خلاص اتشالت هو الفلاب متشال دايره خلاص بس انا برسم في الماركر بتاعي برسمها رومبويد كده واخد ايه؟ مع النوتنر اكسس وده موازي ده وكلهم مساويين لبعض خلاص وبعدين اخد ده انقله هنا. احنا كنا بنعمل كده بس كنا بنشيل الرومبويد ده من الاول. اه
فممكن نبقى واخدين سيفتي مارجن في ناحيه بزياده عن اللزوم عشان نكملها رومبويد. ما هي ماشي، ما هو طب ليه ملوش لازمه يعني. الديفورمنتال دي مجرد تظبيطه للرومبويد. انا واحنا قلنا الرومبويد عندنا لازم يكون 60 و120 خلاص. لو الزوايا من 60 و120 الزوايا متساويه، لو هو متساوي الزوايا خلاص ما ينفعش اخد له رومبويد. هندسيا مش هتيجي يعني. انا لو نزلت كده خلاص وجيت موازي، اما اجي ارفعها مش هتجيب الاخر. هي حسب حساب مثلثات يعني، هي هندسيا مش هتيجي خلاص. ما تحاولش تجربها، هي مش هتيجي خلاص. يبقى اهو، فعشان كده عملوا الديفورمنتال كموديفيكيشن من الرومبويد. لو هي متوازي خلاص وهي ونفس الانجلز اللي موجوده بعمل بالظبط، باخد نفس اللاين. قصدك ايه متوازي؟ برلل له جرافت. احنا قلنا دلوقتي دي بتبقى الزاويه 60 و120 خلاص في الرومبويد الاصلي. اه كويس. ممكن يجي معايا شكل معين بس من 60 و120. طب ماشي حاجه الرومبويد كده. اه لا اه الرسمه مش انا برفع على الزاويه 120 يعني. الخط اللي اخده دايجونال ده من الزاويه 120 120 اي زاويه؟ لا مش زاويه يعني. انا برفع دي كده ودي الانجل 120. انا ما ارفعش على ناحيه اي زاويه؟ لا ارفع اي زاويه هيك. ما هي اكس، ما هو نفس اللي ماشي هنا ماشي هنا. الزاويه مقلوبه يعني ممكن ارفع عليه زاويه. ارفع عليه زاويه ماشي. انا بقول الديفورمنتال لو انا ما عنديش التيبيكال، الشكل التيبيكال بتاع المعين ده خلاص، باخد خط طولي كده من القطر وخط طولي من اللم ومصص المسافه بينهم خلاص. يبقى انا بدل ما اخد هنا خلاص زودت حته صغيره خلاص، وبرده اعمل دي بارل، اعملها مش بارل تبقى ايه نازله تحت شويه يعني. انا زودت شويه جلد هنا وشويه جلد هنا عشان يقفل معايا اسفل تاني كده. لو احنا لو ما هوش معين بالظبط زي ما الكتاب بيقول، هناخد القطر اللي احنا واخدينه عادي بتاع المره اللي فاتت اهو لتحت، واخد لمب اللي هو السي دي ده كده لتحت ونصص الانجل بينهم يعني. يبقى انا خدت مثلا لو ده كنت هاخده رومبويد مثلا 120 هيبقى 150 تمام واضحه. يبقى انا زودت جزء صغير من الجلد ونازله معايا ليفلد خلاص. الحته البوينتنج دي هتعوض البوينتنج اللي هنا ما كانتش هتوصل لها. اه ما كانتش هتوصل لها لان الزوايا مش مظبوطه. الانتربوليشن ده انا بنقله من حته او دي حته ثانيه بعيد عنه خالص خلاص يعني. باخد من صابع لصابع من بطن الايد خلاص. ده السكن اللي متكرر الارض فلاف، وده اسهل فلاف الرفع في ارض قد كده ماشي هنا خلاص. باخد السكيل اللي موجود على البروكسيمال فالنكس بتاع الاندكس فينجر مع الارتري واغطي بيه الصابع او الويب سبيس خلاص. انت حتى لو انت عملت بالبيشن هنا هتحس الارتري، ارتري كبير ومفرط ومعاه فين كبير. ده مش الترميشن بتاع الريجل؟ اه الترميشن بتاع الريجل. لو بيدي الفيرست دورسال متكربل والسكند دورسال متكربل، بناخد السكند دورسال متكربل مع الفين بتاعه خلاص ونغطي بيها الويب سبيس او نغطي بيها الصم. وطبعا ده كله بيتقفل برايم. الديستنت فلاب ان انا باخدها من مكان لمكان بعيد خالص. ممكن عندي جروين فلاب ان انا بغطي هاند كامله او دورسال بتاع هاند او فور ارك من الجروين خلاص. ممكن اخدها على السوبرفيشال تيمبورال. الفكره ان هي حاجه نطت بعيد يعني. السينر فلاب مثلا عندي ديفكت هنا فقمت لازقه كده ورفعت خدت سكينه. طالما انا عديت المنطقه يعني بتاعت الصوابع دي انتربوليشن حاجه قريبه شويه، انما طالما عديت بقى ديستنت فلاب. طيب عندنا حد 25 سنه عنده ديفكت على التيب بتاع النوز وعملنا له باي لوب ديفلاب اللي هو قلنا الاثنين دول خلاص. الباي لوب ديفلاب ده هيبقى انهي واحد من دول؟ ادفانسمنت ولا ديستنت ولا انتربوليشن ولا روتيشنال ولا ترانسبوزيشن؟ طيب ايه الزاويه؟ عندي زي بلاستي وانا محتاج 100% جين خلاص 75. احنا اللي فات ده كله خلاص اتكلمنا على تقسيمه الفلاب حسب الميثود اوف ترانسفير بتاعته نقل ازاي. بعد كده هنتكلم على البلاس سبلاي تمام. البلاس سبلاي في عندنا راندوم فلاب ليميتد ب 2 ل 1 طول في عرض و4 ل 1 داخل فيس تمام. اكزيال فلاب في سبيسيفيك ارتري داخله. ريفرس فلو فلاب معكوس الاتجاه يعني بدل ما الارتري ماشي بياخد بلاد من كده من هنا لهنا خلاص انا قلبته. هنقولها دلوقتي خلاص. او فينوس فلاب برفع فلاب على فين بس من غير ارتري.
ده الفينوس فلاب كويس. ممكن اخد مثلا الشورت سفنس فقط لا غير مع سكين حواليه خلاص, او السيفاليك فين وانقله لمكان تاني خلاص. الفلاب ده بيقعد يزرع حوالي اسبوع وبعد كده بيفك وبيكمل خلاص. بياخد البلاد سبلاي النيوترنت بتاعته خلاص من الفازا فازورم بتاعت الفين تمام. يعني هو عايش على بيشم دم من الفازا فازورم بتاعت الفين, والفين بياخد الدم يرجعه منه تاني خلاص. ممكن اخده يونيبيديكل او باي بيديكل, باخده على امتداد الفلاب على امتداد الفين اسف, يعني اخد الفين واخد حته جلد فوق واخد الفين شخصيا كده بحاله كده خلاص. او ارتريالايزد فلاب, بجيب الفين واوصله بارتر مباشره كويس, واعتمد على الفينوس درينج من الفازا فازورم بتاعت الفين كويس. دول فري فلابس يعني؟ لا ده لوك كانش اسف الفري. طب انا وصلت على ارتر ازاي؟ ما خلاص سوبر شارجنج ده ما فيش, ما هو جنبه برضه يعني مش احنا ما فيش حد بياخد فينوس فلاب كفري. يعني انت مثلا خدت الصافي مثلا ونقلته قدام وصلته على اي ارتر قدام تمام, وسبت بيدك الوصل ايه؟ بيدك انت اه بيدك انت ما هو انت لازم يصرف بقى بيدك انت وصلت الناحيه الثانيه كان سوبر شارجنج تمام ماشي. هي الفكره كلها يعني الـ 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 الفين مش محتاج ان احنا يعني في الطبيعي ان الفين بيتخرب مع الفالفز بتاعته خلاص. لو انا قلبت الفين سواء في ريفرس فلو او في فينوس فلاب خلاص, المفروض الفالفز دي هتوقف لي فلو خلاص. في انتر كوميونيكيتنج فيزلز موجوده قبل كل قبل كل فالف خلاص وقبل الثاني, يعني بيباص ده لده بكده كل اثنين خلاص. فينا كومبتنت فيهم المنظر متوصلين ببعض بحيث ان هم يباصوا الفالف عشان لو البريشر زاد يقدروا يصرفوا دم. يبقى احنا اتكلمنا على الموسو ترانسفير والبلاس الله تمام. تيشو طيب هل هو كوتينيس اللي هو يحتوي عليه كوتينيس مصل ومسكول كوتينيس فاشيا فاسكولاريزد بون او ابدومينال فيسر. دي اول رسمه للمصل فلابس خلاص. بداوا ياخدوا مصل مصل وكان عندهم جثث كتيره ما شاء الله, فبداوا يطلعوا لنا الرسومات اللطيفه دي. اول حاجه المصل فلاب, مصل فلاب دي ليها خمسه كلاسيفيكيشن خلاص. النهاية عامل لها خمسه كلاسيفيكيشن خلاص وهنقولهم كلهم بالترتيب, بس هو يعني اول واحده لها فيزل واحده بس ليها وان دومينانت فيزل خلاص تمام. تاني واحده لها دومينانت فيزل خلاص واحد واثنين وشويه مان خلاص. تالت واحدة لها اثنين دومينانت, رابع واحدة سيجمنتال, خامس واحدة لها دومينانت وسيجمنتال. هنقول كل واحدة دلوقتي. هو ماس عمل استادي بيقارن بين الفيشو كوتينيوس والمصل, جاب مزرعة ستاف وحطها على الفلاب خلاص, لقى ان كل السكين فلاب ماتت, حصل نكروز في كل السكين فلابس خلاص والمصل عاشت, فقال لك ان المصل تقدر تقاوم الاكيوت انفكشن اكتر. في استادي بعد كده هنشوفها ان في الكورونيك الاثنين زي بعض, معناه الدومينانت بيديكل يقدر يشيل الفلاب لوحده, يعني الارتري اللي داخل ده لوحده يشيل الفلاب. ماينور بيديكل ما تقدرش تشيل الفلاب, لو خدت حته لازم اخد نص الفلاب او ربع الفلاب, ما اقدرش اخد المصل كامل تمام. يبقى انا الماينور بيديكل الدومينانت تشيل الفلاب كامله خلاص, زي السراكو دورسال في اللاتيسمس او الضيب في الريكتس. ماينور بيديكل ما تقدرش تشيل الفلاب كله خلاص, يعني ما اقدرش اخد ميموري بيرفريتور على البكتوريلس ميجور كاملة, لازم اخد جزء منها. سيجمنتال بيديكل خلاص تقدر تغذي الفلاب لو كلها موجوده خلاص, زي اللاتيسمس لو انا قطعت السراكو دورسا اقدر الفها اغطي بيها نص الباك الناحيه الثانيه, ديبندنت على السيجمنتال اللي جايه من الفيرتيبرال ارتريس هنقولها دلوقتي خلاص. يبقى انا دلوقتي الدومينانت يقدر يشيل فلاب كامل تمام, الماينور بيديكل ممكن يشيل نص الفلاب زي البكتوريس ميجور او زي السولياس. سيجمنتال بيديكل خلاص يقدر يصباي الفلاب لو الدومينانت اتقطع, يعني لو السراكو دورسال اتقطع اللي تسمس ما حصلهاش مشكله عشان لها سيجمنتال كتير خلاص. وفي انستوموس كمان بين الارض اللي رايح للسريتس وبين ماشي, هو الانجلر والباك فلو ماشي بس افرض هي الفكره ان هو لو الميجور بيديكل اللي داخل لجوه المصل اتقطع خلاص, هو طالما بيجي بيبقى لسه شغال. حتى لو انا يعني هو في مره بس لازمس استراك دورس هتقطع هيفضل شغال. استراك ديفيجن واستراك ديفيجن هتقطع ديت السيرادس في برانش هيفضل شغال, ما هو طالما يبقى الدومينانت لسه واصل. هي الفكره كده, يعني طالما الارتري الدومينانت انا قطعته ما هو مش الماسوره الرئيسي, الماسوره اللي داخله في المصل شغاله موجوده وداخله من حاجه ثانيه مصغره وتبقى جايبه منين بقى. فاهمني؟
اول تايب خلاص اللي هو ان في 1 ماسكولار بيديكل بس خلاص اشهر مثال له تنسر فاشيا لاتا لاتر سيركمفلكس فيمورال خلاص والديب سيركمفلكس سيركمفلكس ايه وجاستروبينيس الجاستروبينيس في اللور ليم احسن مصل موجوده في التونيا خلاص البيديكل بتاعتها جايه من فوق من الفيمر من فوق فبالتالي اي انجري في الليج ما بتاثرش عليها خلاص وهايلي ريزيستنت ما بتموتش يعني انت لو رفعها في اسوا ظروف في الدنيا عمرها ما تموت يعني بالنسبه للمصل برضو كويس ان قلنا زنوف انجري يعني ما ينفعش واحد واخد تروما هنا خلاص في المنطقه دي وانا قرر ان انا اخد له الكلام ده الزنوف انجري مش هي اللي باينه قدامنا خلاص يعني انا مثلا عندي عيان عنده ديفكت مثلا في الانكل خلاص لو انا جيت اسلك على انتيرو تيبيال هلاقيه كويس هنا 10 سم بعيد عن الزنوف انجري يعني احنا لما بنيجي نوصل مايكرو باسكولار او انت تعتبر الارتر حاجه محترمه لازم يكون اكتر من 5 سم بعيد عن الزنوف انجري لو انت خدت تحت كده بتلاقيه فرايبل زي الجرنيشن تيشو كده تاخد فيه غرزه تلاقيه بيشرب على طول والبتاع تايب 2 لها 1 دوميننت خلاص وشويه نون دوميننت ماينور بيديكلز المثال على كده الجراسلس خلاص والسوليس السوليس هي اقوى مثال لانها واخده من البرنامج السوري تيبيا لفوق واخده 3 بالفلوت من السوري تيبيا لتحت الثلاثه الماينور بيديكلز دول ما يشيلوش المصل كلها يعني انا ما اقدرش اقطع فوق واخد السوليس كامله والفها تغطي لي الليج عشان كده بتاخد هيمي سوليس نص السوليس نصها طول ونصها عرض يعني ربع السوليس طيب ثلاثة ان لها اثنين دومينانت بيديكل والمثال اللي عليها جلوتيس ماكسيمس واخده من السوبر جلوتيه من الانفيرو جلوتيه الاثنين ارتر كبار واي واحد فيهم يقدر يعيش المصل خلاص ممكن اقسم المصل نصين واعمل فلاب فوق وفلاب تحت خلاص ممكن اقطع واحد والف المصل كلها على الانفيرو ممكن اقطع واحد والف المصل كلها على السوبر او اقفل من انجو مايلو سي في الديفكت على الباك بيعملوا ديس انسيرشن للجلوتيس خالص بيبقى فري كده ويقطعوا واحد من دول ويرفعوها فوق تغطي الدفن بس ده لو حاجه هيوش قوي مش هتغطى يعني مثال برضو عليها الريبتس ادونس واحده من السوبير ودي بينفيرو بجسر رابع نوع اللي هو زي السارتوريس له سيجمنتال بس ده ما بيترفعش ده ما بيتاخدش فري ممكن يتاخد حاجه لوكال كده يعني نرفع مثلا من هنا ونقطع الاثنين دولك ونسيب على الاثنين اللي تحت انما ما بترفعش فري خلاص لان انا لو خدتها على واحد من دول مش هتعيش ولو على اثنين مش هتعيش فمش مهم هترفع حاجه مايكرو عشان توصل خمسه فينز ولا خمسه ارتر خامس نوع زي الباتيسمس لها 1 دوميننت وسيجمنت لو انا قطعت ده من دخلته في المصل المصل هتفضل عايش لو خدت المصل شخصيا وقلبتها الناحيه الثانيه ضغطت بقيه الباك خلاص هتفضل عايش على السيجمنت هسيبها واصله ميديا عشان تاخد الصوره ما هو السيجمنت انتكت خلاص يقدر يشيل المصل كلها اقدر اقلبها انما الماينور بيليك ما تشيلهاش الفرق بين السيجمنتال والماينور السيجمنتال تشيل الماينور ما تشيلش الماينور دي في السوليس نقدر ناخد بيها ربع المصل خلاص انما السيجمنتال ممكن تغذي المصل كلها لو المين ارتري مقطوع طب هو يعني امتى اقول على دي سيجمنتال وامتى اقول على دي ماينور بيديكل؟ انت ما تقولش امتى انت تحدد امتى تحدد؟ يا بناء ايه؟ بياناته لا هو بيتحقن في الفلوريسين خلاص وبتشاف الديفيوجن اللي موجود في الارتر ده الحاجات كلها بوست مورتم يعني انا دلوقتي جبت لاتيسمس معايا بوست مورتم لها اثنين خلاص وحقنت في الفلوريسين في ده لقيته بيعيد جدا كده تاني بس خلاص حقنت في الخمسه لقيتهم ادوا المصر كلها اه هي الفكره في كده طب الماينور بيديكل بقى الماينور بيديكل ما بتديش كله ما احنا قلنا دلوقتي الفرق بين هو الماينور والسيجمنتال شبه بعض ما هي اللخبطه ما هي دي اللي انا عايز افهمها يعني بناء على ايه قلت على دي ماينور بيديكل وقلت على دي سيجمنتال صلاي ان الماينور ما بتشيلش والسيجمنتال يشيل يعني انا دلوقتي انا زي ما قلنا السوليس او الجراسلس مثلا خلاص لها الميديال سيركمفلكس فيمورال من فوق تمام ديسندنج برانش منه ولها اثنين جايين من البروفاندا تحت بالفريتورز صغيرين الاثنين دول مع بعض ما يشيلوش المصل يبقى سميناها ماينور بريك حاجه صغيره خلاص في السوليس نفس الفكره واخده من السوري تيبل برونيال فوق واخده بالفريتو من السوري من السوري تيبل تحت الثلاثه اللي تحت مع انهم ثلاثه بالفريتو وثلاثه كبار يعني لو جمعناهم مع بعض هيطلعوا اكتر من البيديكل بتاعتها خلاص بس برضه ما يوصلوهاش عشان كده اسمها ماينور خلاص انما السيجمنتال تقدر تغذي المصل كلها لو انا قطعت فوق
هو الفرق في التسمية في كده. اما جم يحلوا في الورسين لقوا ان دي تقدر تنزل ودي ما تقدرش. تاني حاجة بعد المصر فلاب الفيش وكوتينيوس فلاب الحاجات اللي بولبو السكين. لو في حاجة ده برع بدم فصل ايام وده هو ما فيش في بنك الدم انا ايه موجب اما خلص صديقك كل حاجه انت بس عايش 15 ان شاء الله نسوق خلاص احنا اتكلمنا على المصل كويس كمل لو تحبوا نرس شويه لا لا تفضل ان شاء الله الفتره اتكلمنا على المصل خلاص تاني حاجه الفيشو كوتينيوس فلاب اللي هو فيه سكن وفاشي خلاص ده باخد سكن مع الفاشيه بتاعته ممكن اخدها ميديكال او فري بحافظ على المصل ما بعورش العيال في حاجه خلاص ثين وبلايبل اقدر اتنيها الفها اغطي بيها انر جزء من التشيك ولا حاجه خلاص وانها ممكن تبقى سنسيت ممكن اخدها باي يعني الفكره في السنسيت ان انا اي نيرف معدي باخده معايا يعني انا بقطع كده ايد سوبرفيشال نيرف امشي وراه شويه اخده معايا واوصله في اي حته فوق طبعا كل فلاب له نيرفو خلاص ماسكل كوتينيو فيشال ولا دي فيش كوتينيوس بس فيش كوتينيوس مش معاها مصل برضه احنا ممكن ناخدها مصل بس احنا بنتكلم على المقارنه بين المصل والفيش كوتينيوس ممكن تاخد بقى كايميريك فلاب في بون وفي مصل وفي تندون وفي فات وفي فاشيه وفي سكن انا قصدي ده فيش كوتينيوس يعني واخد البلاد سبلاي من بيرفوريتور جاي من المصل ما هو لو بيرفوريتورات هنقولها دلوقتي ما هي تايبس متقسم على كده هو ثلاث انواع حسب البلاد سبلاي جاي له منين دايركت ميديكال داخله فيه مباشره او جايه من السبتم او جايه من مصر خلاص اي وبي وسي خلاص هو اللي بنعرفه عن اي فلاب في الدنيا مكانه خلاص الدايمنشن بتاعته قد ايه واخد بلاس سبلاي من ايه خلاص طيب كام بيقدر يوصل لفين لو في اي موديفيكيشن ولا لا اول واحد اللي هو طيب ايه ان الارتري ميدي بيرفوريتور شخصيا طالع مباشره في السكين خلاص اشهر مثال عليه الجروين الجروين عند السارتوريس ومن الجزء الميديا بتاع السارتوريس اللاترال سكافلكس فيمورال مدي دايركت برانش كده تمام فلما باجي ارفع باخده وانزل تحت على المصل يبقى انا كده الارتري فوق معايا وانا ما بضروش واول ما اوصل للميديا البوردر ده بقف تمام ممكن اخد 20 سم طول ممكن اوصل للبوستيريور بوستيريور اليكس باين وورد يعني اخد الحته دي كلها ديبندنت على البرفوريتور ده البرفوريتور ايه؟ الكومبلكسيه كلها فيمورال دي سارتوريس دي سارتوريس تمام وهو بيبقى داخل كده في السكين تمام من ميديا البوردر بتاعته ويفضل ماشي فوق الفاشي خلاص هو اي ارض في الدنيا يبقى ماشي اللي هو سوبرفيشنس كومبلكس ايه فيمورال هو واخد برانش منه برانش مش هو شخصيا ده برانش من سوبرفيشنس كومبلكس فيمورال المهم هي الفكره مش هو من الاسم الفكره ان هو ماشي يا اما سوبرا فيشيا او ستريكتلي سب فيشيا خلاص انا دخلت خدت السكنس ده كله هو بقى داخل كده وبعدين ببقى سوبر فيشيا خالص في الاخر فانا ممكن اخد اول حته من الفلاب باخدها يعني ارفع من صبعي نص ربع صبعي خلاص وابدا ادخل بقى في الدبس لحد ما اوصل للمصل يبقى انا الجزء اللي انا هنقله رفيع خالص وكويس خلاص وانا واخد حته تخينه عشان تنفع البنك بتاعته بس يعني هعرف يعني لازم اكون عارف كويس قوي قوي عشان ما اعوروش وانا برفع رفع عمره ما يتعور يعني انت لو حاولت تعوره مش هتعرف عمره ما هتعور لو مشيت على المصر خلاص انت دلوقتي داخل انا هو هنا يعني هو الحته دي خلاص بعد دي ماشي سوبرفيشال خالص انا هاخد الحته دي مجرد شويه سكين وفات صغيرين انا معتمد هنا على الساب ديرمال بليكسس لانه خلاص خلص وبقى ماشي في الساب ديرمال بليكسس ما عادش عندي ارتري هنا فاخد مثلا اول 5 سم 7 سم صب ديرمال بليكسس بس شويه فات صغيرين عشان احافظوا على ايه؟ على الدرمس انتك ما حصلش فيه مشكله. واول ما اخد يعني اخد غرضي بقى يعني انا عايز 7 سم خدتهم انزل تحت على طول. فاهمني؟ يبقى انا كده واوصل لحد السارتوريس هنا اهو في الاخر هنا اوصل لحدها خلاص يبقى انا كده خلاص يعني شفتها قدامي اوصل لحد الميديال بوردر وممكن انزل ليك بيت تحت شويه. يعني لو انا حريف قوي بقى عادي اسلك المصل وانزل تحت وامشي ورا الارتر لحد اصله. خلاص يعني هو لو في هاندلنج خلاص مستحيل يعني انت وانت بتسلك
وانت ما انتش عارف في حاجه اسمها فري ستايل فلات، انت ما تعرفش اصلا ايه البرفوريتور هنا. بتفتح وتدور تلاقي البرفوريتور تقوم قافل الفلاب وعامله عليه. ده ممكن تاخد لحد الاليكس باين 20 سم. ده 20 سم. طب والعرض؟ العرض بتاعه مثلا ممكن حوالي من 5 ل 7. بص هو انت العرض ممكن تاخد اي عرض انت عايزه بس انت ب 5 ل 7 عشان يقفل. ده انا هاخده فري بقى ولا هاخده؟ هو بيترفع فري بس هو من احقر الفلاتر فري. ال 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 الفري مش مهم عندي الدايمتر خلاص، على قد ما طول البيديك المهم عندي. هي البيديك بتاعته صغيره حوالي 5 سم او من 4 5 سم، حاجه ما تكفيش ان انت تقدر تحطه في حته مريحه. ده مثال مثلا يعني في صمب انجي هو لون هنا غريب كده. لون عندك في البروجيكتور ايه؟ مشكلة في البروجيكتور. من ساعتها برضه قلت ده احمر ماشي ده احمر. ايوه خلاص هو هنا اهو خدنا الفلاب ده كله الجزء اللي بيتاخد في الصابع بحاجه سين خالص تمام؟ وبعدين الجزء الباقي بقى بيدخل لحد اصله طاقته من هنا. خلاص؟ طبعا هو بالنسبه للصمب بيدي بارك صمب قوي. خلاص؟ بس لو حسبناها هو نفس الحجم بتاع توتو فينج. يعني لو خدت البيك 2 وحطيته مكان الصمب خلاص هو هيبقى نفس الحجم. يبقى انا وفرت العالم على العالم. تاني نوع يعني النوع الاولاني كان دايركت تونيز بيديكل. تاني نوع ان البيديكل بتاعتي متهيئه بالفريتور ماشي في السيب تنبيض الماسكس. خلاص يبقى انا عشان اسلكه برفع الجزء ده الاول هلاقي فيه سيب تنبيض قدامي وفي ارتري ماشي. اقوم واخد الماسك جايبها كده وداخل من الناحيه الثانيه. خلاص؟ شايف البرفوريتور واخد الماسك كده ومسلك بقى لحد تحت. تاخد رم المصل معاك؟ لا ده سيبتو كوتينيس مش محتاج مصل ما اخدش مصل. ده سيبتو كوتينيس يعني ده سيبتو ده سيبتو مثال ليها الانترولاترال سايد فلاب خلاص وهو ده في رفعته اهو بس طبعا اللون هيبقى غريب عندنا شويه. ايه ده؟ مش عارف اهو بصوا يعني هي الفكره اهو هي ده البيديكل خلاص جاي من بين المصل ماشي بتصلحوا اللمبه دي يا جماعه تسيبوا في الناس سواب يعني لا في البريزنتر فيو دي عشان تبقى واضحه مش عايز. طبعا الصورة الثانية طبعا مش هينفع نعرضها بصراحة يعني حاجة هي الفكره. بصوا ده الفلاب خلاص وده البيديكل بتاعه اهو خلاص بين الفاس لاتراليس وبين الريبتاس فيموس. خلاص يعني انا بدخل اول من ناحيه بسلك بالراحه كده هلاقي هو ده حوالي 2 مللي خلاص بشوف يعني مجرد كده هوا معدي يبقى انا كده وصلت السبت تمام. بقوم داخل بقى في الدبس في المصل موسع له لحد ما اوصل للارتري. الانترولاتر ساي مشكلته الفيمور نيرف فيمور نيرف ماشي حوالين البيديكل زي المكرونه كده. ده هو برانش كده على طول يعني هو طوله سنت بيقعد يدي بقى سلوك. بتقعد تسلك واحد واحد. واحد واحد. واحد واحد. تسلكه واحد واحد عشان تقدر تنقله. خلاص هي هو اسهل فلاب في رفعه كفلاب والبيديكل بتاعته دوم ريزيستنت مفيش فيها اناتوميكال فاريشن وبيدي مساحه محترمه والارتري كبير والبيديكل ممكن توصل لك بتاع 8 او 10 سم. بس مشكلته كلها الوقت اللي بياخده تسليكه من الفيمورال نيرف. انا بسلك الفيمورال برانشز ديت عشان اسيبها على العضله بقى اسيبها. ايوه عشان ما تعملش عشان ما تعملوش ديفيك عشان ما تعملوش ديفيك. مثال تاني بس طبعا ده مصدق كده اوضح. ما شاء الله. ده البسيلوتروس المفروض. ده البسيلوتروس ارتري خلاص طالع ما بين الاكسنسور انالس والبريكلوديالس. طالع الارتري اهو داخل فيه السكيب. ثالث نوع بقى ده اللي احنا بنضطر ناخد فيه جزء من المصل
خلاص اللي هو الماسكل كوتينس اللي خارج من المصل وطالع في السكين. مثال عليه الانترو اوترا سايبر، لان في فاريشن يكون خارج الفاستس فبضطر اخد جزء من الفاستس لاترالس معايا، والضيب والترام. هو مش الضيب، الضيب بتاع الترام مش اكبر مثال للطيب ايه بالنسبه لنا احنا اللي هو الاس اي بي والثاني اللاترال كوتينس ساي، وده اللاترال اوترا ساي وده الضيب. الفرق بين المصل والفيشل، المصل ده خمس انواع، الفيشل ثلاثة خلاص. المصل هتسيب فانكشنال ديفنس ديفست، الفيشل لا خلاص. المصل مور ريزيستنت عن الفيشل. في الكرونيك اوستيومايلايتس احنا قلنا في الاكيوت خلاص، الاكيوت انفيكشن الفيشل كوتينس هيموت. في الكرونيك اوستيومايلايتس وعيان عايش بقاله كتير، عملوا 13 حالة وصل 13 حالة خلاص، 13 عنده مصل و12 عنده سكين، مش فارقة كتير خلاص. فقالوا انه في الكرونيك الاثنين يقدروا سرفايف قصاد بعض، عشان اصلا البكتيريال كاونت قليل، فالماسكولاريتي الصغيره بتاعت السكين هتقدر تقاوم الفتره دي. دي حاله اكيوت والمفروض دي جاستروكنيمس تمام تقريبا يعني. الماسكولاريز دمون بتقاوم الراديشن خلاص، واشهر مثال عليها الفيبرا والبيرنيال برانش بتاعها، هي بتاخد بالاندوستيم والبريوستيم ارتس خلاص. الاندوستيم اول واحد طالع من البرنيال من فوق، والبريوستيا الارتريز بقيه السيجمنتال بتاعته اللي ماشيه تحت. ابنورمال فيسرا بقى انتوا ادرى بيها مني، يعني نفس التقسيمه بتاعه المصل فلاب، دومينانت ميديكال ولا سيجمنتال ولا ماينور ميديكال. ريح خمس دقايق كده وبعدين نشرح الفيسيولوجي. احنا كده فلاب كشكل الفلابات ايه بنعمل فيها ايه اتقال. فلاب فيسيولوجي ده اهم من اللي فات كله، يعني نفهم احنا بنرفع الفلاب ايه اللي بيحصل، ايه التغيرات اللي بتحصل فيه بلس وازمه الفيلير، لان هو رفع الفلاب سهل وتوصيل الفلاب سهل، يعني تكنيك مفيش اسهل من كده خلاص. المشكله في الفيلير، سبب الفيلير ايه؟ طب نرتاح خمس دقايق. ايوه بس النبطش النبطش عايز هذا من حضرتك. ما هو بس عامل نفسه مش نبطش، هو انا كنت امال لو وحش كان عامل ايه؟ لا والله لا 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 اللي كان والله هي بس الموضوع يعني عايز ياخد مرتين ثلاثه، يعني الموضوع كبير شويه. بس انت كنت معاهم بعدين بعد مساء نكمل نورمال سكين خلاص. المفروض ان هو بياخد 20 ملي لكل 100 جرام او 200 ملي لكل كيلو خلاص في الدقيقه، عشان يديله بيرفوجن كويس خلاص. المصل طبعا بتاخد اكتر من كده، لازم نعرف ايه اللي بيظبط البلاد سبلاي، ايه الفسيولوجي بتاعت البلاد سبلاي يوصل للفلاب بتاعنا. الفلاب ده على مستوى الارتريول ليفل مش على مين ارتريس، مفيش فلاب على مين ارتريس خلاص. الارتريول ليفل ده بيتاثر بنيورونال وهيومورال ويورولوجيكال افكت خلاص. اللي يهمنا ده خلاص، طول ما في سمباثيك فايبرز موجوده في السكن بتعمل ريجوليشن للبلاد سبلاي ماشي كده. الالفا بتعمل فاز كونستريكشن وبيتا فاز دولاتيشن، والاثنين بيقلبوا مع بعض بحيث في الاستريس او مش مفيش ستريس، بحيث ان يفضل بيرفيوجن انتكت خلاص. انا لما بقطع الفلاب بعمله سمباثيك خلاص. يبقى اول حاجه تيك ان كونسيدريشن، انا لما بقطع الفلاب بشيل النيرف سبلاي بعمله سمباثيك، ما بقاش عليه كنترول خلاص، فالريجوليشن بيقل. تاني حاجه الفلاب لما برفعه بيحصل هايبر كارني، بيحصل هايبوكسيا، بيحصل اسيلوزيس، بيحصل هايبر سيل.
هو بيحصل هايبوثيرميا، انا قصدي دي الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن. خلاص يبقى انا لو انا في شاكك ان في سباز محتاج ادفيه، خلاص محتاج اصلح الاسيدوزس، محتاج اديله اكسجين خلاص علشان اقلل كل يعني الحاجات دي كلها، خلاص اقلل اسباب بتاعه فازو كونستريكشن. المايجينيك ريفلكس والهايبوثيرميا بيعملوا فازو كونستريكشن، خلاص محتاج ادفي العيان علشان البلاس ده يفتح. اي فلاب في الدنيا في مشكلتين، البين خلاص والتمبريتشر. لو العيان طالع بردان ودخل في هايبوثيرميا فتره طويله الفلاب هيلوست حتى لو انت رافعه كويس. لو البين بص اوفر كتير خلاص هيدخل في 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 ادرينرجيك جاش كده في السيركيليشن هتعمل فازو سباز الفلاب هيلوست. يبقى الفلاب العيان بيطلع دافي ومرتاح لو عامله فلاب كبير. خلاص العيان لازم ياخد سترونج انرجيزيا فتره طويله بص اوفر علشان البين لوحده ممكن يعمل فيلم. ماشي؟ هو دايما احنا بنركز على التكنيك، خلاص التكنيك كويس وانا رافع الفلاب زي الفل، ايه اللي هيجرى له يعني وايه اللي انت بتاع انت اللي غلطان. العيان يقول لك الفلاب ازرقت ومدي له قلمين، وانا عامل لك ايه ده انا اهو الارتر اهو قدامي اهو وتسمعه بالدور. ما هي حاجات اوقات حاجات تجنن يعني، تلاقي الارتر الفلاب مرفوع لحد اخر سنت في الفلاب، خلاص الدوبلر شغال والارتر شغال. يعني في عيان انا كنت عامل له فيزيت شورال لحد اخر سنتي خلاص والفلاب ميت الارتر شغال. في يعني شغال تراي فيزيك شغال بيزقرط يعني، والفلاب وماشينا كل وشيلنا السكن لقينا الفشي يعني الفلاب اهو هوريكم صورتها في الاخر. قصدي يعني من الحاجات العجيبه يعني خلاص يعني الفلاب من تحت تكحت الفشيه بتجيب بلاد خلاص وكل السكنز بتاع الفيبس كيميك. هو عشان عين كان هيب سموكر وكان دخن وبتاع هنتكلم عليها في الاخر خلاص. يعني في حاجات ده انا غلطان برضه. هو لا هو في موضوع زي نزل برجر كده، في ناس الكرونيك سموكينج في ناس ما بتاثرش معاها خلاص، وفي ناس لو شم الدخان هتلاقي عيان كده قاعد كويس جدا في الطوارئ وفجاه قرر انه يشرب سيجاره، يشرب السيجاره اسبوع يسود يعني عارف ايميديت بص بس كده. هو ما هو بتاع البرجر ما في 100 واحد بيدخن بس اللي بيجي لهم برجر قليل. الابنفرين في المصل بيعمل فازو دايليتيشن، يعني لو جبت شبه ادرينالين لفيت بها المصل هزود بلاد سبلاي مش العكس. ماشي؟ يعني لو رافع المصل فلاب خلاص وحطيت عليها شبه ادرينالين هتعمل فازو دايليتيشن. خلاص احنا طبعا بنبعد ادرينالين خالص عن الفيلد واحنا شغالين عشان ما يبقاش فازو بلازما في البيديكل. خلاص انما الارتر المصل نفسها كسطح مش كبيديكل. خلاص لو جبت شاشه عليها ادرينالين فوقها خلاص هتفك اي سبازم موجود. يعني ترام مثلا يعني اعمل كده في ترام. اه بس ترام ترفعها ايه؟ ترام مصر بس؟ لا مصر. لا سكين لا خلاص ما ينفعش. بتكلم عن مصر فلاب. يعني انت مثلا رافع لاتيسمس من غير سكين بدل بحالها خلاص ولقيت المصر كده لونها مغير ما برضه ما تحطش عليها يعني مش فلويد ادرينالين عشان هيوصل للميديكال. شاشه معصره كده محطوطه فوق المصر هتفك اي جزء موجود. زي البابا فيرين بالظبط في الكوتينيس. انا ما برفع الفلاب خلاص بتدوا بابا فيرين بتدوا انجكشن ولا بتدوا بس سوبرفيشال؟ احنا بنديه انترا ارتريال في المايكرو خلاص. يعني حالات فيها نوري فلو يعني انت برافع الفلاب كويس قوي زي مثلا مايكرو وموصل الارتري كويس قوي خلاص والارتري بيودي والفين بيجيب مفيش احسن من كده خلاص. بس الاورجان ميت مايكرو سيركيوليشن ضربت سببها بقى ان هو هيب سموكر دايابيتيك لونج ستاندنج او هو الايد مثلا محطوطه في ثلج قبل ما تيجي فتره طويله مش ويب ريزيرفد خلاص تلاقي الارتري شغال معاك والفين شغال ومفيش استوانت في الايد بنسيبه بندي بابا فيرين وندي سروم بندي سيمبوليتيك وندي كل حاجه خلاص ونسيبه. المفروض في ناس بتفك مثلا خلال 5 ساعات وناس ما بتفكش بقى ما لهاش دعوه بالتكنيك هو مفيش هي قفلت. اما باجي اقطع فلاب خلاص انا قطعت السمباثيك سبلاي كل الفازو كونستريكتنج نيورو ترانسميتر طلعت خلاص يبقى انا عندي وانا برفع الفلاب حصل فازو كونستريكشن. عشان كده اول ما برفع اي فلاب في الدنيا ما تفرحش لو الفلاب جاب بلاد عضوي. يعني لو انت رافع الفلاب ونقلته ولقيت الفلاب حلو واحمر تقلق منه خلاص. اي فلاب في الدنيا لازم يمشي في السيكونس الطبيعي هتلاقيه بقى بيل خلاص لان انت قطعته من كل بلاد من من من, من الراندوم بيديك اللي حواليه تلاقيه بيل وبعدين بعد 2-5 دقايق كده بدا يجيب بلاد قليل وشويه كده بقى كونجست. طب انا هعرف منين بقى ان هو ده ماشي في السيكونس طبيعي ولا ده البيديك بتاعته فيها مشكله ان هو مثلا حاجه؟
احنا هنقول الاوبزرفيشن دلوقتي. بس انا قصدي ان هو اي فلاب في الدنيا بنرفعه ما بياخدش وقت طويل. يعني انت بتيجي تعمل بريك خلاص والفلاب في ايدك لسه ما بيجيبش، وبعدين يبدا يجيب سلاجش قوي بالراحه، ده تطمن له خلاص. انما لو انت حطيت ولقيته بيدي على طول برايت ريد خلاص، يبقى انت اساسا انت متاكد تماما التاكد ان انت قطعت السمباثيك فايبر تمام، وان في فاز كونستريكشن، وان الارتر ده فاز كونستريكتد والبلاد سبلاي قال صح، متفقين على كده؟ يبقى المفروض اما اعمله بيدريك يجيب دم بالراحه خالص ليه؟ لو جاب على طول يبقى الفين مقفول، يبقى الفين في مشكله خلاص. يبقى انا يا اما انا زانق على الميديكال في الغرز بتاعتي خلاص، او انا عامل تويست ابدا اعدله خلاص. يعني الفكره ما افرحش اما اجي اعمل بين بريك يجيب بلاد عم بيجي بلاد على طول خلاص. ما لا هو ايه الفلاب اللي يجيب بلاد على طول ده ايميديت ويجيب برايتريد وبسرعه خلاص، ده تقلق منه. اللي بيجيب كونجست ده كويس يعني في الاول ما بترفعه، مش طبعا الكونجست ده ازرع يعني، يعني تلاقيه سلاجش كده وبالراحه كده كونجست اه ده لسه بيفك، لان هو معروف ان الارتري بيفك قبل الفين. دي اول حاجه البازيك كونسيبت نيو ترانسميتر بتطلع. تاني حاجه خلاص البرفيوجن بريشر بيقل، الضغط الضغط الميه اللي داخل من اول فلاب لاخره بيتوزع على مناطق كبيره، بتلاقي المشكله مش فازو كونستريكشن، المشكله هايبو برفيوجن خلاص. يبقى انا لو اديت انتنس فازو دايليتور للارتري قللت الضغط اكتر صح. تاني دلوقتي انا رفعت الفلاب والفلاب في ايدي خلاص، في هايبو برفيوجن ده الطبيعي بتاعه، اول ما برفع الفلاب بيقل 80% بلس دولار خلاص، يعني يبقى 20% بالبريفري ده 20% بس من الطبيعي خلاص. او انا جايب بابا فيرين حقنه جوه الفلاب، اما حقنه جوه الفلاب ايه اللي هيحصل؟ فازو دايليتيشن، عمل بولينج اكتر، الضغط قل اكتر. انا ممكن احطه على الارتري عشان الارتري يوسع، انا بتكلم جوه بتكلم على جوه الارتريول بتاع الفلاب شخصيا تمام، لان هو الارتري اساسا فازو كونستريكت، فانا فتحت الارتريول على داخل هيقوم موطي الضغط اكتر. زي ما قلنا التيب بتاعت الفلاب اول ما بنرفعها في 12 ساعه بتبقى 20% تزيد ل 25% بعد اسبوعين، وتوصل بعد 4 اسابيع ل 100%. علشان كده ممكن يحصل ديسربشن في الفلاب حتى بعد اسبوعين، يعني السكيل وصل بعضه خلاص وبعد اسبوعين يحصل ديسربشن. ليه؟ لان ممكن انت في ميلي نيكروتك ما انتش شايفه اللي هو اللي قصاد بعضه ده، يبقى في نيكروزس وعم يتصلح البلاد سبلاي، اما الصراحه صغير لان الكروز ده يفصل بقى عشان يعمل جرانيشن وبتاع، يبان لك ديسربشن، تلاقي الغرز ماشيه حلوه قوي 10 15 يوم، وبعد كده تلاقي فيه شويه ديهيزنس كده في الوند، ديهيزنس ده بلس بقى يتحسن والميونت اتحسنت فبدات تشيل البريد تشو، حاجه حلوه مش وحشه. الميتابوليك تشينجز بتاعته المفروض الفلاب الاكسجين هيقل والجلوكوز والاي تي بي خلاص، والسوبر اكسيد سينثيز هيقل، والبقيه الحاجات المعاكسه كلها هتزيد، كل الانفلاماتوري ميديتورز والسي او 2 هيزيد خلاص. عارفين احنا الزنسين اوكسيديز باس واي خلاص، ان الهايبو زنسين بتحول لزنسين اللي هي انفلاماتوري ميديتور خلاص، بيطلع سوبر اوكسايد راديكال بتدمر اي سيلز موجوده عندنا، ده الباثولوجي اللي بيحصل في الاول خلاص. يبقى انا عندي سوبر اوكسايد اناين بتطلع والزنسين بيساعد فيها في الباس واي بتاعه، بيعمل سين انجري في الاخر. كل ما زاد الاسكيميا بيريد خلاص، كل ما زاد الافكشن ده. علشان كده لو رفعنا الفلاب ولقينا فيه مشكله الميديا ترجعه مكانه تاني. رجعه مكانه تاني كده ما عملناش حاجه بقى خالص، ولا شافوا ولا مدير وسيب. لا مش لو شافوا مدير يسيبه سيبه كده ليه وارفعه تاني بعد اسبوعين. مش انت رفعته تماما وزي الفل وهو عارف على النقل بس هتزحلقه كده خلاص. انت بعد ما نقلته مكانه بعد 12 ساعه مثلا بتمر على عيان لقيت الفلاب كونجستد اللي هي ايه؟ انك ميت وانهم لما يتوه خلاص، دخلوا عمليات ونشيل الفلاب وفك ورجعه مكانه تاني. واقدر انقله بعد اسبوعين. لا زي فكره فاسكولار ديليت مثلا في الدراج. هي الدليت. كانك عملت دليت بالظبط. دخلها مره في الاول نفس بس لازم في 12 ساعه. يعني حد يبص قال لك الفلاب ازرق اطلع انقله رجعه مكانه تاني. خلاص وانقله بعدها. رجعه مكانه تاني كل الكونجيشن وكل القصه دي بقى هتخف؟ اه المفروض. ما تبقاش فاصل بس والله. المفروض. ما هو انت خلاص بقى عدلت البيديك اللي اتعدلت على عدلتها الاصليه خلاص؟ لو ما كانش حصل ثرومبس الفين هتعدي. احنا بنتكلم علشان كده بسرعه، لان انت لو قعدت اكتر من كده خلاص الفين هيقفل خالص، هترجعه مكانه هيبقى شكله كويس يعني هيفك شويه وبعدين هيقفل خالص.
المشكلة عندنا السوبر اكسايد راديك اللي بتطلع دي خلاص بتكسر السيل من برينز وبزود للمبيلز خلاص فيبدأ ينشح ده الفلاب بتاعه تخن خلاص الفلاب بقى سويل وتنس وبدأ يخن ويزرع تمام الكيمو تاكتيك بروبرتس دي خلاص اللي هو الانفلاماتوري بس وهي بتجيب بالمورف كتير بالمورف كتير بتقوم قافل البلاز بالظبط خلاص يبقى انا عندي الاميونيتي نفسها بتضرب لي فلاب خلاص وتاني حاجه الاسكيما اللي بتحصل الانفلاماتوري بس وهي اللي بيحصل ده لو الفلاب ماشي في سكه العيد يعني في سوبر اكسايد اسمه تيز للاسف انا ما اعرفش اسمه ايه كوميرشال خلاص ده لو اداناه بيزود السرفايفل بتاع الفلاب حوالي 50% البدائل بتاعته اللي موجوده الالبيورينول الفوار خلاص ودي فيروكسامين او اي فري راديكال اسكافنشر ده لوكال في الفلاب يعني لا سيستم سيستم خلاص بتدي بيقلل شويه تام الفكره ان انت بتقلل الانفلاماتوري باسوي ده لو عندك مشكله خلاص لو عندك مشكله بتقلل الانفلاماتوري باسوي خلاص وبتعمل ايه جود جود الفوار بتاع جود الفوار فيروكسامين ده بتاع في انتي وودز بقى سيلكتيفلي خلاص بس دي حاجات غاليه واكسبيرمنتال خلاص اللي حاجات الانتي كومبلمنت ما المفروض انت مثلا عندك انفلاميشن يجي الكومبلمنت يمسك في النيوتروفيلز يشدها من ايدها ياخدها لحد السايد بتاع الانجن خلاص فانت بتقوم قافل سكه الكومبلمنت دي خالص في سي 18 وسي 9 في شويه حاجات كتيره كده كلها بتشتغل على الانفلاماتوري بس وي بس دي ممكن تكون بتقص ليها تاثير برضه على الـ على الـ على الـ على الميونيتي برضه مش مشكله يا سي يعني تقل الميونيتي بتاعته من 3 لحد ما الفلاب يعدي ايه ده يا جماعه هيجي له برد اخره ايه الحاجات الثانيه في ناس بتستعمل هايبربريك اوكسجين لو موجود خلاص بتستعمل سايكلوس بول كاميون سبريسيف انتوا بتستخدموش الحاجات دي يعني ده كلام ثيوريتيكال بقى مش كده كلام ثيوريتيكال احنا بنستعمل اللي هو اللي هنقوله دلوقتي اللي هي التكستران والاسبرين والحاجات طبيعيه اللي هي على البلاد كومبوننت نفسها خلاص اما انت لو عندك مشكله بندي بقى بندي الالوبيرينول او بندي خلاص وبندي حاجات انتي اوكسيدنت اللي هو السيلينيوم والحاجات دي يعني ممكن دي تكون مثلا بروتوكولات في بعض المراكز الطبيه مستخدمه انت لو عندك الحاجه دي افيلابل لازم تديها خلاص بس هي كوستي جدا هتكلف تماما منين لو موجوده دي يعني انت لو موجود عندك هيبرك اوكسجين اعمل اي فلاب وارمي فيها ساعتين اللي هيخسر ايه يعني ما الجهاز موجود والسنتر اوكسجين موجود الفلاب دي ليه دي بري كونديشننج للسكيميا بخلي الفلاب يعدي في كل اللي احنا قلنا عليه ده خلاص وهو في مكانه من غير ما يضطر يتنقل عشان كده قلنا نرجعه مكانه تاني كانك عامله ديلي بالظبط خلاص بيخلينا ممكن ناخد فلاب اكبر ان احنا اولا بيزيد السمباثيتك تون يعني انا بعمله دينرفيشن فهو مع الوقت بيعمل اوتو ريجليشن مع نفسه وهو في مكانه ده زي اللي بنعمله الباسكولار دي في ترام هي دي الفكره الباسكولار دي بس في يعني الباسكولار دي حاجه ده جزء ماشي تمام وفي دي ليه بقى عادي في شوك تنس فلاب يعني انا بدل ما ارفع الفلاب مثلا عندي فلاب مثلا 20 في 10 حلو هقوم رافع يعني انا الفلاب مثلا عندي مشكله مفيش بورد هنا يعني فلاب بذكر الاوكتينز دي انت رفعت كمان رفعت السكين يعني الفكره ان انا دلوقتي بدا الفلاب عندي كده خلاص المفروض ارفعه كده ماشي هاجي اقوم عامل الانسيجن ده والانسيجن ده تمام يبقى انا اكبرت البلاد سبلاي بدل ما هو كان ماشي بالعرض انه هيمشي بالطول تمام وبعدين اقوم جاي قصص من فوق ورفعه بقى انا رافع البلاد سبلاي على عدلته انت بتعمل ريدايركشن للبلاد فلو بتاعك بين الانترفال قد ايه بقى؟ يعني ممكن 10 8 اسبوعين حسب يعني انت لو رافع جزء رندم كبير يعني انت مثلا فلاب مثلا 10 في 20 انت عايز ترفعه 10 في 30 خلاص لا ممكن تسيبه اكتر من كده وترفع نصه الاول وتعمله يعني ممكن تعمل الدليل على مرتين ثلاثه بحيث انت اما ترفعه تبقى متاكد ان هو واخد من البيديك اللي انت طالع ترفع عليه. يعني احنا بنستنى من اسبوع لاسبوعين سمباثات التون بيزيد خلاص الكاليبر بتاع الفيزنس بيزيد لان الضغط بدل ما كان متوزع من اربع اتجاهات بقى الضغط ماشي من ماسوره واحده بس. خلاص هنيجي بعد اسبوعين هنلاقيها تخنت في المايكروباص اللي حتى لو هنرفع المايكروباص هتوصل احسن. هتشوف فيزنس هتفتح والميتابوليك تشينجز الفلاب هيبقى خد على الانروبيك اوكسيديشن خلاص. فلاب مونيتورنج انا دلوقتي رفعت الفلاب والعام دخل في الورد لازم التمبريتشر خلاص بحط ايدي على الفلاب وعلى جسم العيان. تمام؟ طبعا هي لها بروب بيتقاس دي بس ده المتاح حط ايدك على ايه وعلى العيان لو الاثنين نفس التمبريتشر الدنيا ماشيه كويس. خلاص كولدر انا في سكه لو كولدر حط له بقى هيت استنى هيت لمبه بقى فوق اعمل له هيت خلاص
او يحط الكمال الدافي بس ده بس هو فومنتيشن برضو يعني فاهم ما تضمنش العيان برضو ما هي الميه اللي هو بيعمل منها فومنتيشن هتسقع وهو عمال يحط كده وبعدين هو اما تسقع هيسيبه الفلاب بيبقى نسيت عليه ميه بيري دكتور يعني لمبه احسن حاجه حط لمبه فوق البتاع في نص يرفع رجليه واللمبه فوق زودت الفينوس ريتيرن والبازو المفروض التمبريشن على البازو ديليشن الكلر بتاعه كابين الريفيل المفروض تحط ايدك كده خلاص وتشيلها تملى في ثانيتين طبعا خلاص لو ديلايد يبقى في فاسكو يبقى في ارتيريا انسلت لو بريسك وبسرعه يبقى في فاسكولار يبقى في فينوس بوينت بليدنج ان انا اشكش الفلاب وده الغلط في حد ذاته طبعا انا عايز اسمع حضرتك يعني دي بتتعمل في البريف مثلا في حته عشان كده ولا ده اصلا المفروض ما اتعملش ولا مش هو يتعمل بس مش كتير يعني يعني الاوبريتور هو اللي يعمله خلاص انما هتخلي اللي يعدي كل شويه فاهم جاي انا بتكلم في الوورد يعني العيان عمل عمليه خلاص وقعد على السيرو تمام وانا بمر على العيان عايز اتاكد من الباسبورت بتاعه ابعد حته عن راس الصدايه يعني هو لو دايره في نص الدايره لو هو لونجيتيودنال على البريفري خلاص لو انت مثلا جيت البريفري مثلا اخر 3 سم مفيش فيهم بين بريك وبعدين بعدهم على طول بيجيب برايت ريد والدنيا كويسه يبقى دول لسه موجودين في شويه يعني دخلوا في السكه اللي احنا قلنا عليها دي بس من جوه شويه هيت واي حاجه فازوليتور وبتاع هتديها هتعدي بس هم العيال بقى بيقعدوا يشكشكوا الفراب من اوله لاخره ما هي ماشي الفكره السرنجه كبيره يقعد يجيب يقعد الفراب كله ما هو انت معتمد على معتمد على الصدرمال بلكسس كويس انت كل شويه تدخل بابره كبيره تشكشكها تعمل فايبروز في الصدرمال بلكسس خلاص وبعدين في ناس داخله مثلا حقنا حاجات يعني اوقات احنا بنحقن كليكسان انترا فلاب الاوقات خلاص يعني نجيب امبوليك كليكسان وتحقنه ايه في ثلاث حتت كده في الفلاب عشان لو في كونجيشن ولا حاجه خلاص بيجيب ريزلت كويس يعني الفلاب لو عندك كونجيست وحقنته كليكسان مره او مرتين في اليوم مع كليكسان سيستميك ورجل اترفع في كده احتمال كبير يفك. طب قلنا البوينت بليدنج وطبعا ايه احنا قلنا البرميابيلتا لما بيزيد من الهايبوكسيا بتخلي الفلاب تنس يعني الفلاب لو صابل والجلد بتاعه كويس يبقى عايش كويس. ارتيريال انسفشنسي خلاص هيبقى بارد ولونه فاتح الريفيل قليل بليدنج بتاعته سلو خلاص وطري خلاص بيتفك تسعه السوفتنس دي مقارنه بالتنس بتاع الفينوس كونجيشن فينس كونجيشن حصل بولينج للانترستيشال سبيس كلها اتملى الدم خلاص فتحط ايدك تلاقيه تنس وسولينج قد كده انما ده بتلاقيه شريفلد ما فيش حاجه داخلها اصلا الفين بيسحب وما فيش ميه داخله فهلاقي فلاب سوفت هتلاقي فلاب سوفت تحط ايدك كده تلاقيه سوفت خالص وبيل خلاص الارتريا 99% هيفك خلاص صعب قوي انك تضرب الارتري يعني الا بقى لو غشيم قوي خلاص يعني الارتري انت لو دخل لو شديته شخصيا مش هتقطع معاك بلد يا خلاص الفينوس العكس هنلاقيه دافي خلاص لونه بدا يبقى بيربل والكبير الريفيل بتزيد خاف من الفينوس ده اكتر من الارتيريا الفينوس طبعا هو الارتيريا المسكولوزه بتاعته محترمه خلاص مش هيحصل فيه ثرومبس ضغط فيه عالي هتعمل وش على طول خلاص لو انت بس صبحت عليه بزايبيكين هيفك اديته بافرين هيفك ما سبت العيل لوحده هيفك خلاص انما الفين هو الفين عامل زي ورقه وانس قفل شكرا كل سنه وانت طيب تنصت مفيش فيه مصل تمسكه فلاب مونيتورنج فلوريسين خلاص لو احنا لو موجود فلوريسين بتحقن فلوريسين انترافينوس خلاص وتشوفه بالترا فايلت لام هتلاقي الفلاب بدا يترسم عليه الفلوريسين يبقى انت كده في ديفيوجن فلاب كويس ده بيتعمل اكسبيرمنتال اكتر منه اكشوال يعني تمبريتشر في بروب بتدخله في الفلاب يقيس لك التمبريتشر من جوه زي بتاع الفراخ كده بتاع الطبخ اللي هو بيدخلوه جوه الفرخه كده يقيس التمبريتشر نفس البتاع ده بس هو للاسف مش عندنا في البيت الاكسجين هي نفس الفكره بتاع الاوكسيمتر بتاع الصابع بس ده بروب بيدخل جوه الفلاب الفوتو ده برضه نفس الفكره برضه بتاعت دي لما بنعمل ريبلانتيشن للهاند بنلبسه الاوكسيمتري ده ونشوف البلسيشن عامل ازاي الويرز عامل ازاي طيب كل دولت ينفعوا كتكنيك لكونتينوس الفري فلاب مونيتورنج ما عدا واحده من دول ايه اللي ما ينفعش كونتينوس اكسترنال دوبلر
الاكسيرا دول هحطه هيسمع كونتينوس مش دوبر تفريم في لابو موتور الليزر دوبر ده ديفرنشال سيرفيس هو اللي هيبقى في الوسين انترا بينس ما فيهاش عمليات كونتينوس العيان اللي بيدخل ما تعملوش فلاب الا لو مضطر ويبطل قبلها باربع اسابيع لو هي حاجه ينفع تبقى دليل خلاص والانجري اللي بيحصل في السيركيليشن ما بتصلحش بان هو يعمل ابيستنس من السموم اي فلاب سواء فري او بيديكل ده او اي حاجه هو ريلاتيف كونتر انديكيشن في اي حاجه في الدنيا خلاص سموكر مع نفسك خلاص هتعمل له ايه؟ يجي واحد يقول لك انا بقالي 30 سنه بدخن 4 علب في اليوم خلاص هو اساسا هو شخصيا الجلد اللي انت بتعيش بالعافيه خلاص فبتعرفوا ان انت هيبطل 4 اسابيع وان احنا بنتكلم في 70 80% في الليار عشان هو سموكر خلاص فالنيكوتين الدايابيتس تفرق معايا المده اكتر من الكنترول خلاص يعني عيان ويل كنترول دايابيتس بس بقاله فتره طويله خلاص هيبقى اوحش من عيان مش كنترول بس فتره قليله عشان ماكل انجيو بس طب الدايابيتس الفري فلاب احسن فيه ولا البيديكل يعني الفري فلاب ممكن يعدي احسن بص الفري فلاب لو في اكويبمنت احسن من البيديكل تماما ليه؟ لان انت بتعدل الارتري على عدلته. اي بيديكل في الدنيا بلفه بغير اللفه بتاعته خلاص انما في الفري انا بجيبه بعدله على العدله بتاعه النورمال بلاد فلو المظبوط. فلو انت عندك سكيلز انك تعمل فري طبعا اعمل فري. بس هي المشكله في مطلع الجيب خلاص هي ليس تايم على فكره يعني اوقات المايكرو لو في تيم شغال بياخد وقت اقل لو في ميكروسكوب كويس ياخد وقت اقل. وناس سكيل سكيل عندنا ميكروسكوب احنا بنحاول نجيب واحد تاني الميكروسكوب ده مثلا من 86 يعني الراجل الكافح كتير بصراحه واشترينا الات كويسه فيها بس المشكله يعني ست الالات ده ب 50,000 خلاص 2 جولر و2 مواسك ومقص وكلامبيه خلاص اللي هو الاس ان تي الحاجات الحاجه المحترمه يعني عم بتشتغل بيها وانت يعني وانت مغمض وعامل كده وفي ثانيه خلاص بس برضه ما تقدرش توفره كل حاجه ايه مش كتير على سنتر يعمل ايه مش كتير يعني مش كتير اوكي بس انت محتاج مثلا يبقى عندك 2-6 خلاص يعني انت ممكن وانت شغال مثلا تبقى الحكايه عامله كده اهوت كل سنه وانت طيب زي الست بتاع الطوارئ الست بتاع الطوارئ بس كده عادي التمريض عملت كده وقع كله على الارض سنه اتكسرت في نص الحال ايه بس بقى خلاص مش اهل العيان بره وانت قاعد معاهم جوه مش على الارض في بريفرال ماسكولار ديزيز هايبرتنسيف في انه سبريسر ولا لا يعني هي الفكره اي كوموربيد حاجه موجوده بس اهم حاجه النيكوتين والدايبيتس خلاص ومشكله النيكوتين العين دايما بيضحك عليك ويقول لك ما بدخنش هو بيدخن خلاص كل الناس كده تلاقي دايما فتش العيان هتلاقي تكون تحت المرتبه على طول علبه سجاير ما هو انت يعني هو عيان بقاله 30 سنه بيدخن وانت شاب مأمور كده خلاص انت لو دخلت في عمليه تبوظ باي عقل هيصدقك يعني اللوبيستي اعرف ترجمه الاوبستي الفات كتير خلاص الفات ده بارازايت على الفلاب لا بيديك بلاد سبلاي ولا بيديك بروتكشن ولا بيديك اي حاجه مجرد قاعد دوده لازقه في الفلاب ممكن ترفع فلاب حلو جدا خلاص بس تخن كده خلاص فات كروز بقى للصبح فلاب هيلص منك من فات كروز والسكين اصلا عمال يعني عمال بلاد سبلاي مصاب وهيكون خلص عشان كده فكره ان انت لما بترفع مثلا ابدومينال فلاب لما بتعمله دي فاتنينج دي مش تناكه يعني انت مش بتعمل كده عشان ترفع فلاب قليل انت بتحافظ على حياه الفلاب بتاعك ده كان يعني كنت قريت من الكونترا انديكيشن للترام ان انا تكون عامله لايت بوسكشن حد يعني ممكن تكون ضربت البرفوريت طب فايبروزس حوالين البرفوريت طيب طب والفات اللي انا يعني اللي انا محتاجه ده علشان املى الديفكت مثلا في البريست ريكونستراكشن طب ما هو بعرف منين ان ده هيبقى سرفايف يعني بتبقى ساعات حالات ما تبقاش متوقع يعني هيحصل فاتي كروز ما هو ما تقدرش توقعها فاتي كروز ده غير متوقع يعني بس ما تجيش عينه مثلا بطنها لحد ركبها وتقولها ما ينفعش لا ما انا مش هتكلم على الاوبيس انا بتكلم على الترام بوجه عام يعني هل انا في حاجه بتبريدكت ان انا هل الترام ده هيعدي او حته منه هتنص الفات كروز ده غلط لان البلاد يعني البلاد سبلاي بتاعت الفات اصلا مش معروفه يعني في اي حاجات لازقه ببعض والكابيلاريه معديه كده والكابيلاريه معديه كده مفيش بيديكل من غزير الفات ده خلاص الفات ده بياخد من البيديكل اللي انت رافعها بتاع يعني انت متاكد ان البيديكل دي بتدي النصب خلاص وطالعه بالفريت وراشق في الاسكين فوق صح؟ ما هو سيبك شايف الكلام ده بس انا تمام انما الفات بقى خلاص ما تعرفش واخد من ايه؟ فات مسكين برضه
يعني الفات ده ممكن بيكون بياخد من حته ادجيسنت ما بياخدش من ده فاهمني. فانت لما بترفع ممكن 50% يكون واخد من البيديك اللي انت رفعت و50% لا بعد ما تحطه وتدفنه تلاقي الطومات الفات بروز. انت هتبقى فرحان انك انت رافع فلاب كبير عشان عاوز تجيب بريست كبير بس هو لو غالبا لو في التريتوري مش هيحصل فات بروز. يعني انت لو كوميتد بالتريتوري بتاعتك ورافع فات كويس يعني حاجه ميديوم سايز كده مش هيحصل مشكله صعبه قوي يحصل. في ناس بتدي السترويد مع الفلاب خلاص بحيث انه يقلل الانفلاميشن شويه خلاص بس يعني ايه برضو موضوع ان انت هتدي العيان برضو في سيستميك افكت هيزود البلاد شوجر وهيزود البلاد بريشر. الدكستران بتعطى لكل العيانين 40 نقطه في الدقيقه خلاص على ضايق فلو لان يقعد 3 ايام 40 نقطه في الدقيقه على ضايق فلو. لا اي فلاب ولا فلاب ريسك يعني اي فلاب دكستران ازازه؟ اه الاكسترين كام 70 ولا كام 70 بس ما مش موجود في الجامعه فبيستعملوا الاسترين مجال كابوليا ماكس باندر يعني بس هو ما بيعملش نفس الاكشن بتاع الاكسترين. مش انت كويس ولا الاكسترين ولا انت ما ماشي هو انت يعني انت بتستعمل حاجتين مش موجود بره حتى؟ لا مش بره قليل قوي. الاكسترين بيعمل بيقلب ريت الاجريجيشن وبيعمل فوليوم اكسبانشن الهيستري بيعمل فوليوم اكسبانشن فيعني دي بتعوض دي على قدر الحاجه يعني. ما هو العيان لازم اول هيدريتد خلاص اديله فلويدز كتيره جدا تمام اديله دكسترين الاسبرين تدي دكسترين ازازه في اليوم يعني ولا تدي على ضيق فلو بقى زي ما ياخد بقى يعني هو لو عيل صغير ياخد 20 لو كبير ياخد 40 40 نقطه في الدقيقه حسب بقى بتكفي الازازه بس ده كونتينوس ما بيقطعش. بالنسبه للاسبرين احسن حاجه للاسبرين ريكتال انترا اوبرت ايميديت اول ما ترفع بقى لو ترفع الفلاب ياخد واحده ريكتال ريكتال اسبرين ريكتال خلاص يعني سحر ما هو نايم يعني مش هبقى نايم يعني بس عارف منين ان هو ايريتنت الكاميرا بتصور ما خدتش على درسك كان بس الصبر حلو بس الصبر ديكستران خلاص بيتعطى كل الحالات الاسبرين بيتعطى اللي هو 75 بالليل يعني انتوا بتعملوا كام شغل ديكستران والله كونتينوس على كونتينوس ممكن مثلا 4 5 ايام 40 ما هقول 40 للصغير 40 نقطه الدقيقه و20 للصغير و20 للصغير الادلت اللي هو فوق 70 كيلو 40 كيلو يعني ده البراكتس العادي على طول اي حد بيعدي كده بياخد ديكستران كويس اي فلاب اي فلاب فلاب ميجور يعني مش لوكال صغير لا يعني حاجه محترمه يعني خلاص الاسبرين بياخد اورسين بليم اللي هو الانفانتايل ده 75 ماشي الهيبرين ملوش لازمه قوي ما بيفرقش قوي خلاص وخاصه لو توبيكال يعني انت ما تجيش تحقن هيبرين توبيكال في الفلاب الكليكسان ممكن يجيب نتيجه كويسه انما الهيبرين بيرسي خلاص ملوش شغل قد كده يعني اللوم لوكال ويت هيبرين احسن منه كتير تمام يعني دكتور طارق التعليمات دي واحنا بنعمل مثلا لاتيس ماسدوسي ريكونستراكشن المفروض نعمل ايه فلويدز خلاص بين فري ماشي الهايبوثيرمال نعديها بسرعه خلاص دي اهم حاجه يعني لو طلع النورمو ثيرمي كده من العمليات الدنيا كلها هتعدي كويس وندي لها البوسه اسمها وندي لها اللبوسه تمام القرص يعني اللي بيحلم خلاص وبعد مش عندك 40 نقطه في الدقيقه اسبرين من فطاي قرصين بالليل بس ده ما تدوش خالص الاسبرين ده بس ده ما بتديك ودي احنا ممكن بس مش بس عادي بس بيبقى في فات نكروز برضه بيبقى في مشاكل تاني ماشي ما تيجي خسران ايه انت خسران ايه يعني مش بنزنت في مصر لوس بس بنزنت في نكروز الكومبل بندي هيبرين خلاص طب معلش يا دكتور معلش قول لنا الحاجات دي تاني كده بالراحه يعني ما هو بص عاد العيان اللي عم بتمشي على فلويد مثلا 2000 فلويد مع الفلويد اللي بيشربها عادي خلاص بتدي له بيسيدين ولا حاجه عشان يبقى البين كنترول حلو اول المفروض بقى في العمليات تحاول تدفئه باي طريقه ماشي خلاص ما شويه محاليل سخنه والميه فوق ازايز كده تحت بطاطا وبتاع لحد ما يدفي ياخد محاليل دافيه طول العمليه يعني ستريس وانت بتعمل اي فلاب خلاص ان هم يدفوا المحاليل قبل ما تعطل العيان ويدفوها قوي يعني المحاليل تبقى 40 خلاص لان عم تدخل وتتوزع هتبقى 38 يطلع لك العيان يطلع العيان مثلا من العمليات 33 ولا حاجه ده النورمال بتاعك والتكييف شغال والميه والغسيل والكلام ده العيان بيطلع مثلا 30 25 وفين بقى؟ عما يدفى، عما يصحى بقى والشيفرنج ميكانيزم يرجع وبتاع دخلت في اربع خمس ساعات. تمام؟ يبقى احنا قلنا التمبريتشر، الفلويد، الانرجيزيا،
خلاص الهيبارين 40 نقطه في الدقيقه على ده الفلو الاسبرين والقرصين بالليل غير القرص اللي بيحرق خلاص الهيبارين مش هنديها هندي اللي هو النوموليكولار ويت تمام الهيبر اللي هو موجود سيستميك زي الهيبر او احسن احسن في حاجه كمان اسمها زارليتو تابلت انت فاكتور 10 بس اشتريت ب 300 جنيه بس تحفه بس انا كان عندنا كونسيستنس يعني في الفري فلاور يعني تحفه زابيتو اكس اي ار ال اي تي او كان عندنا كونسيبت ان الهيبرين اللي هو الانفراكشن احسن من اللو موليكيولر ويت هيبرين في الفري فلاور ده لا مش صح ده في وانت شغال ده اورال للدكتور ده لا لا بص هو في ايه لا لا بص هو يعني تكسب الصوره ده اللي هو بديل الورفارين بديل القرص الماريفان بديل الماريفان ما بتعملوش مونيتورنج بلايند اب ده مش روم الفاكتور مش روم مالوش كونيدور صح مالوش كونيدوري بس هو صراحه ساحر يعني اي حاله سسبكتنج دي بتدي هالها وانت مطمن دايركت فروم الانهبيتور ايه دايركت فروم الانهبيتور ما بتعملوش مونيتورنج هو بيظبطه من الثاني والثالث طب هو غير كسر مش مفهوم بس نيجي لليشيز بس خلاص الليشيز دي الواحده بحوالي 40 دولار 40 يورو بوديش اصلا 40 يورو تقريبا احنا جايبين واحده كامله دي زي اليودين اللي لا الواحده 15 يورو يعني الواحده تقريبا بحوالي 300 جنيه تقريبا ما دي دي سترومبكس ما هو نفس الماده اللي فيه ما هو بس ما بيديش الايفكت بتاعها برضه اللي هو اللي هو الاحسن اللي هم نكرات فعلا اللي هو الهيرودين اللي هو السرومبكس تمام كويس جدا هو لطيف جدا وكل حاجه بس مشكلته انك لو حقنته في الفلاب لازم تدي بلاص لازم تدي العين بلط الخرم اللي انت بتحقن بيه سرومبين ده هو ما بيوقفش يعني انت جيت في الفلاب لقيت الفلاب بقى كونجستد شويه قمت جايب امبولين سرومبين وحقنهم جوه الفلاب الخرم اللي انت خرمت بيه ده مش هيوقف بليدي هيفضل شغال بليدنج على طول هيشيل الكونجيشن من الفلاب ما اعترضناش بس مش هيبطل يعني انت لو مش اللوكال نفس الجيل ده سرومبكس جيل برضه لو انت عملت بين بريك وحطيت فوق سرومبكس جيل خلاص مش هيقف برضه لا مش بس مش لدرجه تدي بلاك احنا بنحط سرومبكس جيل بس جاست على السكين حلو 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 بس يعني الجيل احسن ورابل الابزورب بس فيه الكحول لو انت يعني الدنيا معاك بدات تعمل فينوس فاهم وتبدا يعني زي سوبرفيشال نيكروز كده يبقى كريم احسن عشان الكحول هيزود كمان الاسكيميا اللي موجوده عندك خلاص لكن دي نفسها احسن حاجه ليش احسن حاجه ليش احسن حاجه بس مشكلتها انها غاليه هي بتعيش 6 شهور تحط في الفريزر خلاص وتطلع من الفريزر وتقعد تلعبها كده شويه لحد ما تصحى وتحطها على الفلاب بتعمل المرسيدس ده بتقعد وقت طويل يعني دي بتطلع بقى فاهم مستهبله فيها كتير يعني بتقعد بقى تقعد جنبها كده طب يلا يا بطه يلا يا حلوه عشان بتعمل المرسيدس ساين دي اللي هو الكلامب بتاعها وتلزق بالاثنين من قدام ومن ورا هي التغير واحد عملوها هي بتعمل واحده يعني راجع ورا ورا يمشي انت هي ما بتاخدش نورمال بلاد بتاخد كونجستد بلاد بس كويس يعني انت لو حطيتها على فلاب نورمال مش هتلزق فيه تمام المفروض انت لما بتحطها على الفلاب في كونجيشن بتقوم راشقه بقها لقدام ده خلاص هو في اسنانها على شكل مرسيدس تحن توبيكال انستيزيا في الفلاب وتقوم داخله تشفط بلاد وبدلها برضو في مجس كده عامل زي تفريغ الهواء يلزق برضو في الجلد بحيث انها مثبته مكانها تحطها قد كده ترجع مثلا بعد 10 ساعات تلاقيها قد كده خلاص اما بتحطها لازم تدي بلاد سبلاي معاها تفضيها من بلاد هي شخصيا تحطها في تريبل سلايم تقوم مرجعه الدم اللي فيها وتاخدها تحطها تاني في التلاجة هي بكام بقى الدوزه دي؟ ده بتعمل فعلا بس انتوا عندكم في الاسم تجميل بجد والله الدوله دي موجوده؟ موجوده احنا كنا شاريين شويه كده قعدوا معانا 6 7 شهور بس يعني مقرفه يعني بكام؟ 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 كام؟ تقريبا انا مش فاكر بالظبط بس مش يعني مش فاكر كام يورو بس متهيألي كان حاسبها تقريبا على 15 20 الواحده حاجه زي كده دي مين؟ امال حضرتك الدرجه دي مقرفه مقرفه ليه بقى؟ العيان يعني انت حاطط حشر العيان خلاص عشان تكون ده في مصلحته طبعا انت في يعني في غياب يعني انسى تعض العين دوده خلاص بتمص دمه جوه الفلاب شوف بقى شوف الكفر يعني يجوا في الزياره يفحدوك يا بلا الفريسه اه وبعدين هو ممكن الزياره تيجي بقى وهي الكوريا الدم على الكيس اه الدوده بقى قد كده وممكن تلاقي حد من حاله وما عاملها كده اهو عادي وما تحصل لا ما هو والله انا في عيان عملت له فلاب وفلاب حلو جدا والله قال عملته وجري ورايا في الشارع يلا ربنا يسامحه طلع معاه شهاده معامله اطفال ما كنتش اعرف ان هو يقبض
واقف قدام المركز والله وقام قالع مبوس قدام المركز وانا هقتلكم كلكم ليه سرقتوا كليتي؟ ليه؟ اكلم في لاب هنا بس فهم الليشز خلاص الكير بتاعها زي ما قلنا الاول بتحطها بتاخد البلاد تمام ومفروض بقى ان انت ايه يعني كده اتغذت تفضيها في سلايم ترجع بترجع البلاد اللي هي خليته ده وتحطها في ممكن تعمل لها ري ابلكيشن تاني على نفس العيان بس هي واحده للعيان يعني ما فيهاش تاخدها كروس بين العيانين خلاص عشان هي اوريدي بترانزميت انفكشن فانت لازم هي على نفس العيان تتنقل للعيان نفس العيان تاني خلاص هي بتعمل رومنس هيدروفيلا ده انفكشن خاص بيها خلاص ممكن تلاقي العيان سخن وبتاع وحصل له انفكشن ميزتها الوحيده ان هي بتعمل دي كومبريشن للكونجستيف فلاب بتريحه كتير قوي خلاص الميكانيزم بتاعها ايه بقى حضرتك عشان هي انت كأوبير انت بت هي ما هي مش الفكره هي انت كانك وظيفه الايه انه بعمل درينج هي قاعده بتعمل درينج لحد ما بتلاقي يا اما الكونجيشن اللي فيه فك خلاص يا اما يعيش فتره اناف ان البريفري بتاعته تعمل انجيوجينيسيس مع حواليه يعني انت وانس حصل شويه جرانيوليشن حوالين الفلاب خلاص هتبقى بسكيورتي حلوه هيسحبوا الدم منه طب وال يعني هي بتقعد تقوم بالعمله ديت واخده وقت قد ايه ما ولا اصلا يعني انت لو حطيتها مثلا الساعه 8 الصبح هتعدي 10 بالليل كده تاخد وقت حلوه كده تشيلها وتحط واحده ثانيه وتفضي دي خلاص وممكن ثاني يوم تحط تشيلها ازاي اصلا بعد ما دخلت وقت كده تشيلها ازاي هو الراجل شايلها بايديها اهو انت بتحط عليها كده بتحط عليها سلاين تريبل سلاين هي بتقوم شايله بقى لا انت ما بتعرفش تشيلها انت لو اتشعبطت فيها ما بتتشالش تاني يعني هي دخلت الجسم اه لا تحط كحول او تريبل سلاين هي بتسيب الجلد وتقوم انت شايلها باب ايديك بالجوانتي كده بس تقوم شايلها بالجفت خلاص ورميها في سلاين مفضيه الدم اللي فيها ورميها في التلاجه تاني وحضرتك ممكن تشيلها في ايديك كده زي ما الراجل ده عامل كده اصلا امثالي ده المنظر ده صعب قوي يعني انت هي عادي تشيلها في ايدك بس لو عضت ايدك كل سنه طيب ما انا ده مش في لاب بقى هي هتبقى في لاب ايه؟ ايه؟ هي وما زالت يعني ما تحطهاش هي كده وهي مليانه هي مش وهي مليانه مش هتعض مش هتعض خلاص انما انت ما ينفعش تمسكها بصوابع لازم تمسكها بجفتين كده ولا حاجه صح هتقوم راشقه في ايدك مش هتطلع لا يا عم الموديفيكيشن بتاعت الفلاب انا ممكن قبل ما ارفع الفلاب اعمل اكسبانشن يعني عندي فلاب مش هيغطي الليفل اللي انا عايزه اعمله اكسبانجر الاول وبعد كده ارفعه سوبر تشارجنج ان انا ادي بلاس سبلاي ما كانش موجود للفلاب خلاص يعني مثلا هرفع ترام اخد السيه مثلا وموصله على اي ارتر كمان ماشي بري فابريكيشن ان انا بظبط الفلاب قبل ما الاقيه خلاص يعني انا ممكن اخد كارتريج بتاعه الايد خلاص واحطها في الترام مثلا او احطها في مكان ال تي لحد ما الدنيا تبقى كويسه وخلاص ويترسم الكارتريج اخدها ازرعها تاني فوق ايه؟ عيان جاي في تروما ودانه مقطوعه ومش هينفع توصلها مايكرو خلاص والمكان بتاعك ده مش حلو يعني ما عندكش هتمبر اوبريتر فاشل انك تعمل له فلاب خلاص بتقوم مشفيها وحاططها سوك دينس في اي حته بانكينج بانكينج عشان ما تضيعش عليه عمرك ما هتعرف تعمل زيها يعني فرصه خلاص سيبك من ده مش مشكله الاكسباندر يا باشا معلش الاكسبانشن اي كلمتين عامل لو عملت تيشرت فانكشن قبل الفلاب هو دلوقتي اي فلاب انا مثلا عايز ارفع مثلا هنقول ايه لو قلنا مثلا حتى ترام لو قلنا حتى لاتيسموس وانا عايز اخد سكين بدل كويس خلاص او بلاش خليها في شوكتينس فلاب هاخد جروين مثلا طب احط اكسباندر هنا ماشي واسيبه اسبوعين لحد ما يحصل له هيلينج سبكتينس ولا سب ماسكولر سبكتينس ماشي سب ماسكولر عايز افتح بوكيت سب ماسكولر ما بيكبرش حاجه بحطه سبكتينس واقفل الجلد واسيبه اسبوعين يلم وبقى ده احقن من الفالف بتاعته احقن من الفالف حسب ما السكين يستحمل يعني ممكن احقن 10 ممكن احقن 20 ممكن احقن 100 بحقن لحد ما السكين اللي فوق يبدا يحصل له بلانشنج خفيف كده طبعا ما وصلش البلانشنج بس يعني ما يبدا ايه يعني يحمر سنه كده يبقى انا خلاص اقف افضل اكبره لحد ممكن معاه فلاب قد كده كل الفلاب ده اهو خلاص بياخد من البيديكل بتاعتي فبدل ما اخد فلاب مثلا 5 في 10 ممكن اخد فلاب 50 في 50 بس الفكره في المده بقى تقول لك اربع ثلاث اربع شهور مثلا او خمس شهور تحضر العيان عشان تعمل حاجه زي كده ده تعمل له عيان يقدر يستنى يعني لو عندك عيان مثلا كل جزء ده في السكالب تيوب خلاص وحاجه لوكالي مالجنت ولطيفه وتقدر تستنى اعمل اكسباندر الناحيه الثانيه تحط اكسباندر في السكالب ينفع السكالب عاد بالونه قد كده خلاص وشيل بقى براحتك واعمل ادفانسمنت وغطي ولا شيل مفيش وجه للاستعجال ايه؟ ولا شيل بس اروح وارفع في نفس الوقت
هتسيبه تسيبه وبعدين ما انت هتسيبها روح هتضطر تحط جرافت بعد كده. انت قصدك تعمل اكسبانشن وهي روح؟ اه قصدي اشيل وارفع برضه، اشيل الناحيه دي وارفع الناحيه الثانيه وبعدين بعمل بلاي في حد هتتمزق من بعضها كده عشان في حته مفتوحه يعني. اه مش هتتمزق، عايز حاجه سكيور. سالي سكيلب من الحاجات السخيفه في الكونستراكشن يعني، برضه ما بلاقيلهاش حلول قوي. سكيلب دي يعني احلى حاجه في الدنيا، لان هي كل الاسكال بتعيش لايام الصبر. لا تصدق بتاع جميل. انت لو عندك بيدك ايه ما تجيش، مش بلايبل يعني، مش مشكله الموضوع بلايبلتي، بس هي الفكره ان انت ممكن تاخد الاسكال من اي حته وتحطه بقى اي حته. يعني احنا كان في حاله كان دكتور حجازي عاملها في الدلتا، كان شايل كل دي، كل الاسكال كل الفولت بتاع الاسكال. خلاص خدنا القفه كله على السوبرفيشال تيمورال وطلع قدام كده ضغطه ورا جرافت. هي عارف اصلها زي العجينه، السكالب ميزتها انها يعني عارف بتطبع معاك على اي وضع، هتقطعها من اي ناحيه وتحطها في اي ناحيه هتقعد معاك. بس برضه في السكالب نعمل حساب ريكارنس، يعني انت ما تحرقش نفسك بدري، ما تجيش مثلا تفراب حلو كده تقوم واخد له مثلا ايه رومبويدايه صغيره ولا زهايه صغيره كده من نص روتيشن صغنن. ما فيش حاجه اسمها روتيشن صغنن، لا حتى لو جه خلاص يبقى انت حرقت الروتيشن الكبير. خد روتيشن كبير وارفعه تاني وارفعه تالت وارفعه عشر اللي هيجي. ايه المستر لايبل في الفري فلاب نوتورنج؟ بس انت ما عندكش يعني، وانت معدي على بتبص عليه ماشي كويس خلاص كده بقى. سيبنا من الاسئله دلوقتي. الفلاب فيلير خلاص سببه ان الاند فلو قليل، يعني الفلو الضغط الميه اللي واصل لاخر جزء من الفلاب قليل، ساعتها الفلاب بيفيل. مفيش فلاب بيفيل كله، يعني عمرك ما تلاقي فلاب من اوله لاخره اسود. خلاص هي دايما المشكله ان انت اخر حته هي اللي بتغطي الديفكت، فتلاقي الفلاب ماشي زي الفل، واخر 2 سم اللي انت قاصد بيهم تغطي الديفكت ولا 2 سم هما النكروتيك. خلاص فهو سبب ممكن فازو كونستريكشن او مش مشاكل في البرفيوجن، او انت مصممه كبير عشان كده لازم نكون عارفين الدايمنشنز بتاعه قبل ما نرفعه الماكسيمم كام. خلاص يعني هو ما يقول لك الليميتيشن بتاع الفلاب في نص الرجل يبقى هو الليميتيشن في نص الرجل. خلاص يعني التجويد مش مطلوب خلاص، لان هي معموله خلاص. يعني مثلا السوبر مانلر فلاب في نص الرجل بالظبط، اسحب المسطره 30 سم اخر 15 16 سم ده هيموت. فهو موضوع التجويد غلط. تاني حاجه ما ينفعش تعمل موديفيكيشن للفلاب وانت ما عملتش الاصل. خلاص يعني كلنا يقول لك وانا هعمل الاصل ما انا هعمل موديفيكيشن على طول، ما تعملش موديفيكيشن الا ما تعمل الاصل بتاع الفلاب الاول. يعني انت ما ينفعش ترفع فلاب قديم وفيشل خلاص وانت ما رفعتوش فيشل فريمز. خلاص القديم وفيشل ده احنا بناخد فاشيه بس وفات خلاص، ونسيب السكين انتكت بحيث ان ما يبقاش فيه سكار وما فيش فيه ديفكت، ما فيش فيه ديفكت يعني. خلاص فما ينفعش تعمله وانت ما رفعتش الفلاب اصلا. دي مهمه جدا، يعني لازم تعمل الاول الكلاسيك وتبدا تجود، انما تجود الاول لو حصل ارتريس. اوقات في ناس في فينوس ترومبوز بتحط كانولا في الفين بتاع الفلاب، يعني انا مثلا رفعت الشوره الفلاب خلاص باخد انا كل دي خلاص وباخد الشورت سابلمنتس مع الشوره الارتري والفه خلاص، حصل فينوس ترومبوز اكانيل اعمل كانيليشن في شورت سابلمنتس تحت، حط كانولا بهيبرين مثلا وافضل ايه كل ساعه مثلا حط فيه 2 سم مثلا ولا حاجه، بحيث ان انا احافظ عليه مفتوح يقعد يشيل شويه من الفينس بوزيشن الموجود. ده العين اللي هو السموكر خلاص، ده حتى الجرنيشن بتاعه ما بيطلعش، يعني فاهم، حتى الجرنيشن بتاعه ما بيطلعش، حتى الجرافت لما بتحط عليه بيفيل. عارف بقى العين اللي واقف فيه تغطين خلاص، وده شاب صغير بس ده بيدخل من 10 سنين بس يعني اي حاجه تتخيلها في الميكرو انجيوسي موجوده فيه، يعني حتى الدونر سايت اللي احنا واخدين منه جرافت خلاص بقى فول بيهيل في اسبوعين، قعد شهرين عشان ينمو، شهرين بالمحايله يعني شهرين ده بنحسس عليه عشان ينمو. خلاص كل الجرافتات اللي عملته فين، حتى سيبناه على جرانيتنج الفلاب برضه عمل جرانيشن تحتيه والدنيا كويسه. عارف الجرانيشن مش يعني هو المفروض لو بدا جرانيشن يتعمل بعد اسبوعين ثلاثة بتلاقيه بقى طف وحلو كده يستحمل جرافت. خلاص هو نفس الفرايب الجرانيشن اللي طالع بيه بقى له شهرين لحد دلوقتي. الفلاب ده شورر فلاب خلاص، المفروض ان هو كان ايميلي ترجع مكانه تاني.
خلاص ده عاملينه ديلي مرتين الواد خلاص يعني عشان الهيستوري بتاعه في لابد عاملينه ديلي مرتين ورجع مكانه تاني ونص برضه هو كان تروما اصلا ولا ايه كان تروما كان عنده عامل بون سيمنت هنا في الدرسه بتاع الفوت خلاص واحنا قررنا نغطيه ده معمول له ديلي لحد البرفوريتو كويس وبعدين اتعمل له ديلي تاني سلك بقى خالص من كل حته حواليه ماشي وقعد شهر زي الفل ومجرد اتحط كده فضل كده اربع ايام كويس جدا وبعدين بقى كونجست خلاص ده الفلاب ده لما جينا قلبناه في الديبرايتمنت خلاص الفلاب من تحت بيجيب بليدنج يعني فاشل بيجيب بليدنج انما المايكرو جيمس اللي في السكين ما بيجيبش عشان كده موضوع السموكر ده لازم نحط الانكونجريشن قوي خلاص وغالبا غالبا عامل حاجه ليك هيقعد يلف لك المصحف انه ما شمش السجاير طول فتره بقى في المستشفى 100% شف مفيش سموكر بيقدر يبطل ده بعد الليشيز خلاص ده نفس الراجل ده نفس الفلاب اللي الصوره اللي قبله ايوه ده بعد الليشيز الدنيا ريحت شويه بس نص برضه في الاخر بس بتكلم الايفكت بتاع الليشيز اللون اتغير خالص ما اعترضناش ما هي سحبت الكونجستد الموجود بس المشكله لسه قائمه زي ما هي المشكله المايكرو انجيوماس اللي عامله يعني هي سحبت الكونجستد بلاد اللي فيه ريحت لون الفلاب خالص بس المشكله لسه موجوده برضه الاخرام دي بتروحوا بالدوده الاخرام دي بتاعت الدوده بتفضل تجي ده عايز شايفين المرسيدس الصالون بتاعتها دي دي رجل معلش انا اسف دي ده احفر خلاص على فكره بتتظبط يا جماعه ده جرانيوليشن يعني ده ايه ده اكسبوزد كاربون فود كويس وده المفروض جرانيوليشن اللي حواليه ده في بنت يانج ايج دي حوالي 4 سنين او 3 سنين ونص خلاص هي الفكره في الاسسمنت انت داخل بتعمل اسسمنت الديفكت خلاص الديفكت ده انا متوقع منه ايه هيقفل برايمري لا طبعا هسيبه سكندري انتنشن مش هيحصل لان البون دي خلاص مش هتعمل جرانيشن خلاص هعمل تروما ايه تروما خلاص هعمل له ايه لو هي الرجل هنا قريبه قوي للسوبر مانولر فلات فوق الباترال مانولر سام خلاص بس هو في زون اوف انجري ما ينفعش اخد بيه الزون اوف انجري اللي هي 10 سم من 5 5 سم من ابعد حته من انت ما هو يعني انت بتقيم الموضوع انت اهو عشان توصل لحته نورمال خلاص واحسب بعدها بشويه كمان وممكن تدخل دايركت الاول قبل ما ترفع الفلاب تدخل على البرفوريتور شخصيا نشوف لو كويس وحلو والدنيا حواليه الاناتومي كويس خلاص ارفع ما كانش سيبه خلاص فهي الفكره حطيتوها بايدي بس شورا الريفيز شورا دي بروفيشنال انا بس بتكلم ان هو دلوقتي لازم تختار حاجه مناسبه للايش بتاعها خلاص ومناسبه للسكس ما ينفعش في ميل تعملها كروس ليج مثلا تبوظ الجهه الثانيه خلاص وحاول قدر الامكان تخلي الموربيديتي في مكان واحد يعني سيب لها رجل تعيق بيها ما ينفعش الاثنين ده الفلاب خلاص يعني نفتح كده زي زجزاج لاين وناخد الفاشيا بس الفات مع الفاشيا يعني انت بتقسم الفات نصين تسيب نصه للسكن عشان يفضل فايبل وتاخد نصه معاك في الفلاب وبعدين ايه يتلف يغطي الديفكت اللي موجود وتسيبه بقى اسبوعين ثلاثه اربعه من جرانيليشن وتحط له جرافت خلاص بحيث ان هي بنت صغيره بس الجاست انت بتغطي البون بس انت بتغطي المشكله اللي فيها مشكله خلاص انت الفكره كلها في ايه طب والجرافت تحط امتى بيه بقى عليه اما يبقى الجرانيليشن حلو براحته خالص ياخد له اسبوعين ثلاثه اربع خمس شهور انت طالما ما عندكش حاجه اكسبوز لا تندون ولا نيرف ولا بون انت ما عندكش مشكله الجرانيليشن تشوفه ممكن يقعد ثلاث سنين عند العيان بس الفات ده يعني الفات ده ما يبقاش انفكتد بسهوله ما الفات بينشر بسهوله يعني مشكله الفات خلاص ان لو انت سبته في يعني في الهواء كده شويه هينشف وهيحصل له فات كروز عشان كده لازم ويست دريسنج على طول يعني لازم الدريسنج بتاعك يبقى شاش بملح او تحط كانيولا خلاص يعني تحط كانيولا كده فوق اهي اللي هي دي معرفش اكتبها فين بس هي تحط كانيولا كده خلاص وبص على الفلاب خلاص ونطلعها من بره وعامل غيارك ونطلع طرف الكيه طرف الاسكان طرف الاسكان من بره ويوم العيانه تديها سرنج 10 سم ملح بجرمايسن مثلا وتفضل كل ساعه تدي نص سم بحيث يفضل عندك مويشر على طول بس هيبقى كجرانيوليشن تيشو يعني ده هيلزق يمسك في العظم ازاي؟ هيمسك يمسك اللي حواليه يمسك حواليه احنا ما بنصلحش حاجه انت بتعتمد على 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 النورمال هيلينج انت مالكش دعوه بحاجه اصلا لا الغرز هي اللي بتلم تمام ولا الـ ولا الـ ولا الـ ولا الفلابات اللي بتلم انت بترميها في مكانها وبتستنى الهيلينج يحصل ممكن ما يحصلش يعني ممكن الفلاب يبقى كويس قوي ويفضل الاثنين ايدج باصين لبعض كده اهو وما يلموش وخاصه لو الحاجات واخده ليه سرب كتير يعني تلاقي الفلاب جميل زي الفل والناحيه الثانيه انت عامل الفلاب زي الفل والاثنين قصاد بعض كده
بس مش هيلم. يعني حصلت في حاله من الهرمونال ثيرابي كده كانت عملها ترام عندنا والفلاب جميل جدا زي الفل وفات نيكروزس وقصاد بعض كده مش هيلم. اتعملها مثلا بدل المره 3 ريسوتشر تاني هي كده اهو يعني جلد نورمال في جلد نورمال مش هيلم. الكلام بتجيب كويسه ديليد ريكونستراكشن اوقات اه بس مش كتير. طب احنا شعب القانون مش شعب القانون يعني وانس ان هو احنا بنعمل اكستندد لاتيسماس اكتر خلاص يعني بيجي يعني الطف بالنسبه للعين يعني عشان الديليز كويسه ولا عشان الاستندد بس حالات اللي هي الديلي اللي هي عامله مستكتوم وجايز تعمل بس وتعملوها وزاوت السيليكون امبلانت يعني بس تجيب ريزلت حب تجيب بنك حب ايوه بس في واحده بريست قبل كده اعمل لها بقى ده اللي عايزاه بقى حطها صغرها ناحيه ايه صغرها ناحيه ثانيه صغرها اه ماشي هو صح كده. هو انت بتعمل الاول الريست بتاعك الريست ماوند بتاعك خلاص وتعمل الريسيرف بتاعها وتخلص كل حاجتها خالص وبعدين تظبطها بقى. عايز تحط بقى اكسباندر تحت فلابك عايز تحط امبلانت عايز تظبط الناحيه الثانيه ظبط زي ما انت عايز. بتعمل تيشو اكسباندر قبل ال بتعمل قبل البروسيسز اه لو ريست كبير اه طبعا اكسباندر الاول مع مع يعني اوقات في ناس بتاخد اكسباندر 500 600 لا هو قصده مش قصده كده قصده ان انت اللاتيزمس ده ما بتاخدهاش بسكين كبير لا انت بتعمل السكين اكسباندر الاول السكين هنا قبل ما ترفع اللاتيزمس من ورا لا لو الريس كبير بقى يعني انت بتاخد سكين ايلاند بتاخد سكين اه عشان انت بص لا الفيل غالبا اللي هم يعني اللي انت هتحتاج بالك بريست هتلاقي عندهم فولد قد كده ورا يعني هتلاقي فولد سكين مثلا يعني انتوا غالبا ما بتحتاجوش تعملوا اكسبانشن قبل ما اكسبانشن لا اه هي الفكرة انت عندك فولد ورا فيه فات وفيه سكين تخني كده بريست صغير ورا صح؟ أوه. هي الـ يعني هو الاستاذ لقت ان الفات اللي موجود ورا هو كورسبوندنت للفيجر بتاع العيان يعني لو عندنا رفيعة خلاص هتلاقي شوية الفات تحت اللاتيسمس قليلين ويا دوب فاهم؟ يعني اللاتيسمس بس تعملها حاجة لطيفة كده وخلاص انما لو هي اساسا تخينة هتلاقي عندك فات قد كده بقى من الصبح يعني ساعات حتى تشوف واحدة رفيعة والبريست كبير جدا ما ساعتها بقى خلاص الجا الاوبشن تاني بس احنا بنتكلم على المجمل ان هم اوقات يعني الجسم بيبقى ماسك بروبورشن مع بعض صغر كبير يعني مش صغيره اعملها بس غموض وصغر كده. ايه المشاكل اللي بتقابلكم في التران وكده؟ عادي كومبريشن نفس المشاكل في كل حته يعني. لا يعني انتوا بتعملوش عشان يعني الريزلتس وحشه ولا عشان هو يعني بتحتاجوا اللي تسمس بوت بتعملوا انتوا عايزين ايه وخلاص؟ هي لو تسمس بتجيب يعني بتجيب بس هو ليه بره يعني بره في اوروبا ليه كان بيبقى عندهم الفيرست تشويس تران طيب ضيف مش تران ضيف ما عادش حد يعمل تران خالص كان قبل كده تران بص الضيف مش لاتيسمس دي اذا كان في كونتر انديكيشن للتران الضيف اسهل من تران ايه الضيف اسهل من تران الضيف فري اسهل من تران خلاص دي هما ما بيلجاوش للاتيسمس الا لما يبقى في كونتر انديكيشن للتران او الضيف. ما هو دلوقتي انت بتتعامل برضه يعني قيم العام بتاعك خلاص انت بتتعامل هاد مع عيان الكونيكت تيشو بتاعه كويس خلاص بيلعب رياضه محافظ على نفسه خلاص بتتعامل مع كرومب صغير وكرومب كبير تمام كرومب صغير وكرومب كبير يعني لو كرومب هتبقى كرومب صغيره او كرومب هم كرومب في كل الحوالي خلاص فان انت تاخد مصل محترم او تاخد اثنين مصل خلاص وتسيبها في الشارع كده تمام احتمالات الهرني عاليه جدا احتمالات ان الهيمنج يحصل يعني دي اما تيجي تعملها بدون بلاصي بس يعني في حاجه بتخاف تعملها بدون بلاصي لوحده يعني شويه تلاقي بوسكشن كده خفيف فوق وبتاع بالوند ممكن ما يلمش فما بالك بقى ان انت هتاخد لها اتنين مصل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في القنبله الجميله اللي عندك دي. اضافه لذلك بقى الديلي قليل لان احنا شعب القانون يقول لك لا ده الحمد لله ان انا عديت من كده. ما بيعملش ساعتها ليه؟ اه انا جوز راديو زي الفل. الهدوم مداريه يا دكتور. اه الهدوم مداريه يا دكتور. وهم المشكله الوحيده ان هم بيسلموا على بعض الستات بتقوم عامله كده ازيك يا اختي فهي عايزه حاجه بس عشان لما تعملها كده تلاقي حاجه فبتحط اي حاجه وخلاص الدنيا ماشيه يعني الحمد لله. انا واخد رساله كنت واخد رساله بتعذب فيها عذاب ان انا بشتغل لايف فيلم البريست ريكونستراكشن بعد ما بعمل ده جميله دي جميل بس بقى انا باخد بقى اللايف فيلم بتحتاج بعد الكونزرفاتيف والحاجات دي بيملاها يعني بعمل ايه بقى حالات كل حالات الكونزرفاتيف كل حالات الانكوبلاستي كل حالات اللي تسمس او التران بس فيها كونتور ديفكت او حتى حالات عامله ماستيكتوم كامل بعمل بريست كامل باللايف فيلم ده طول البال سمول بريست ده طول البال اقول لحضرتك بقى ان انت تجيب عيانه واخده كيمو راديو لازم طبعا مخلصها يا عم كيمو راديو ايه ده العينه بتيجي تعمل ابنوم بلس يا الله وسكشن اه خساره شويه دوت الترام اه
يعني ما نظبطك بيه قلت لا احط يا ستي ده بتاعتك انت مش هجيب لك حاجه من بره ده حاجتك انت بدل ما نرميهم في الزباله احطهم لك تاني احطهم لك تاني وبعد ما تخلص اعمل لك يا ريتك عملت ما انا بقول لك عشان اجيبها بقى واقول لها تعالي واقنعها ان احنا نعمل الكونتور ده اللي فيه ديفكت او حاجه عذاب يعني مصدقت ما خلصت خلصت طلع مصدقت خرج من المركز على رجليه طب يعني واحده بقى يعني واحده بره معاشي يعني فاهم بيتصلوا بقى المستشفى التدريبي بيطمن عليها بالتليفون بتيجي في ميعادها بتدخل على طول خلاص انما انت العيان بيجي مثلا من 6 الصبح خلاص في العياده يخلص الساعه 2 الظهر عشان يتشاف ويدخل ولا ما يدخلش خلاص ويقعد هنا التخدير يقول لك لا ده البليست بتاعته 160,000 لازم يتاجل بس يعني عاوز اقول لحضرتك لا والله ما قايلين حاله الاسبوع اللي فات عشان 160,000 دول ده نورمال عاوز اقول لحضرتك نتائجها جميله جدا نتائجها جميله جدا نتائجها جميله جدا والله المشكله ان مفيش ناتش ما كانش عنده ناتش في الدنيا المشكله عايز اروح ان ما عندهاش ناتش مش مهم نتائجها جميله جدا لما تشوف الحالات مثلا على سبيل المثال اللي واخده راديو سيرابي الجلد لازق في المصل لازق في العظم حاجه منظر رهيب عمر ما ينفعش لايبو فيلنج كتره الجلد اصلا عارف انا بديها لايبو فيلنج الاقي الفات عاش الجلد بقى طبقتين قد كده عاوز تعمل كرام تعمل عاوز تعمل تصمص تعمل ما انت هتاخد لها ستيم سيل بس هو على فكره هي في ستيم سيل في ناس عايشه على لايبو فيلنج ده انا سحر والله ده انا عامل لواحده عاوز اقول لها حضرتك ماشي سحر دي ماشي سحر يعني لا يعني فعلا كانت واخده راديو سار كان منظر بشع ايوه ماشي انت ماشي ما هو معروف لايف فيلنج بيحسن الجلد بتاعك كويس بس عايز عيان بيفهم علشان انت هتعمل له 3 4 5 مرات علشان توصل مثلا 3 سيشنز على بال ما المنظر ده عامل ايوه فانت محتاج 3 4 5 مرات عشان توصل للي انت عايزه خلاص برضو عايز عيان هايلي اديكيتد خلاص وبعدين في بيئه انكارجت مش هي انما مين يعني هو دلوقتي هيسيب مراته تسيب الاكل والطبيخ والعيال خلاص وتيجي عندك اسبوع عشان تحكي كل شيء سالت واحد في القاهره استاذ جراحه التجميل قال لها 11,000 في الجلسه ده مين ده؟ ما عندناش فيه فتح غير؟ حسام تحسين انا مش عارف تكريم مين تحسين ايه في العمل اللي بتاع ده شباب؟ طب ده خلينا نخلص الموضوع ده خلصنا احنا خلصنا خلاص يا عبد بس خلصنا تحسين ده عبد الله في تحسين يا عم